آخر خير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين واللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير عليك يا هبة، وصباح الفل على حركة كلكم. في الحقيقة كلنا لسه بنتابع ونستمتع بفعاليات مهرجان العالمين الجديدة، مهرجان العالم عالمين، المهرجان اللي خرج فيه نسخته الثانية وكل الدنيا كلها شافته بعدد كبير جدا من الفعاليات. خلف الكواليس في جهود كبيرة جدا بتبذل لإخراج هذا المهرجان بالشكل ده من خلال خلية نحل بتعمل على مدار اليوم علشان تخرج كل الحفلات والفعاليات بصورة تليق باسم مصر وباسم هذا المهرجان. وفي الحقيقة النجاح في مهرجان العالمين في الدورة الأولى كان يعني على سقف التوقعات والطموحات في الدورة الثانية، علشان كده النجاحات العام الماضي تم البناء عليها علشان نشوف أيضا نجاحات مضاعفة وتطور كبير في النسخة الثانية. صحيح يا مصطفى، كلامك في جزء كبير جدا من الصحة فيما يتعلق بالتطورات، سواء في الدورة الأولى في العالم عالمين أو ما يبنى عليها في الدورة الثانية لهذا المهرجان من خلال فعاليات مختلفة، أنشطة ثقافية وترفيهية تناسب كافة الفئات العمرية وأيضا الفئات الاقتصادية المختلفة. حفل الهضبة كمان الفنان عمرو دياب اللي هيكون ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان، تذاكر الفئة الأولى فيه خلصت بشكل كامل، والحفل من المقرر أن يقام يوم الجمعة 9 أغسطس على مسرح يو أرينا، وده اللي كشفه الحساب الرسمي لمهرجان العالمين على الانستجرام. من الجميل برضو تزايد معدلات البحث، الجمهور يبحث وبيدور عن مواعيد حفلات وفعاليات المهرجان، وده اللي كشفته خوارزميات مواقع التواصل. شفنا ده وعرفناه من خلال حفل القيصر الفنان كاظم الساهر يوم الخميس الجاي على مسرح يو أرينا، وشفنا أيضا ده من خلال حفل النجمة الكبيرة الفنانة ماجدة الرومي يوم الجمعة القادم اللي هيكون أيضا بقيادة المايسترو نادر عباسي. حفلتين في الحقيقة هم أقوى من بعض في عطلة نهاية أسبوع، تذاكر متاحة موجودة حتى الآن من خلال شركة تذكرتي. مهرجان العالمين ضف روح وحس مختلف الحقيقة للمدينة الجميلة المبهرة، مش بس مبانيها وضخامتها لكن كمان إنها من المدن الذكية المحافظة على البيئة اللي بتحاول بشكل أو بآخر إن هي تمتع جميع أفراد المجتمع المصري أو تمتع المواطن المصري من خلال الشواطئ المفتوحة، الشاطئ المجاني تحديداً اللي خصصته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن خلال الفنادق العالمية اللي أقيمت فيها والمباني والأبراج اللي بيعت بشكل يعني شبه نافذ بالنسبة لمن امتلكوها في هذه الطبيعة الساحرة من المياه والرمال الصافية على ساحل البحر المتوسط. الإنشاءات والمباني المبهرة اللي تم إنجازها بشكل مبهر كانت مرة تانية نوع من أنواع الدعاية واتجاه الأنظار إلى مصر، ليس فقط للمواطن المصري لكن أيضا من الخارج، ولوجهة لاستثمار سواء مباشر أو غير مباشر على الأراضي المصرية بطول الساحل الشمالي لمصر ومن خلال استثمارات مختلفة تقام عليها. على أي حال إحنا متابعين مع حضراتكم، هنتكلم النهاردة عن مهرجان العالمين في نسخته الثانية، هيكون معنا فقرات وهيكون معنا أيضا بث مباشر من هذه المدينة، هنتابع مع بعض إزاي تم
التوافد على هذه المدينة من خلال عدد كبير جدا من السياح والمصطفين اللي أتوا لهذه المدينة، وحنتابع أيضا تفاصيل الحفلات والفعاليات الفنية أو الرياضية. مرة تانية بنصبح عليكم، صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير لمصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار الطقس والمرور في العاصمة القاهرة في باقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا هبه، صباح السعاده والتفاؤل على كل مصين في كل مكان. طمنينا يا دينا على حاله الجو. هو للاسف النهارده هنبدا يمكن موجه حاره جديده، يعني بعد ما خدنا بريك كده يومين اللي فاتوا، لكن النهارده في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. خلينا نشوف. احنا مستنيين الانخفاض. ان شاء الله. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، وخلينا دلوقتي نبدا معاكم في جوله مروريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا جولتنا من ميدان عبد المنعم رياض، اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية هنلاقي فيه سيولة مرية. على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة نسبية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية البسيطة. شهدت مناطق كورنيش إنيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحام نسبي. ولو رحنا لكوبري أكتوبر هنلاقي فيه كثافات مرورية متحركة بتفضل مستمرة لحد العباسية، وهنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي برضو فيه سيولة مرورية. ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة وصولا للمنصة، وظهرت كثافات متوسطة في اتجاه الآخر إلى وسط المدينة. شهد كمان شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات المرورية. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، وهنبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل وبعد النزلات، وكمان بدأت تتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. بيفضل كمان المتجه للمهندسين أنه ياخد محور المهندس شريف إسماعيل ومنه إلى عرابي حتى إسفنكس، وبكده هو هيتلاشى أي كثافات مرورية. لكن الاتجاه الآخر بيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية اللي الدائري فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي. بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق وامبابة. بالنسبة لمحور صفط فهو بيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. ناخد بالنا أن كل شوارع الجيزة والمحاور مراقبة بكاميرات المرور، عشان كده لازم نلتزم بسرعات المقررة وربط الأحزمة وعدم التحدث في الهاتف المحمول. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل انت تكمل في طريق شبرا بنها الحر، علشان مفيش أي كثافات، ومنه لطريق الدائري ومحور الفريق العصار اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل طريق الدائري، لكن أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. مكملين جولتنا ومع محافظة بورسعيد اللي هنلاقي فيه سيولة مرورية في أغلب شوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ولسه في ارتفاع في نسب الرطوبة مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.
بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نبدأ الأخبار اللي معانا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي. كمان استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية تكريما لهم. امبارح أيضا سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة. رئيس الوزراء قال إن الدولة استطاعت إنها تحل مشكلة الإسكان لحوالي 7 مليون مواطن مصري. أخبار مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي. وامبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية تكريما لهم. وفي كلمة له رحب الرئيس السيسي باللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية معربا عن سعادته بلقائهم، وقال ألف مبروك وبهنيكم على اللي حققتوه. وقال أيضاً الرئيس أنتم فرحتوا كل الناس وكل المصريين اللي شافوا النتائج اللي أنتم حققتوها، واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا ونحققها في باريس بيكم برضو إن شاء الله وبزمايلكم اللي موجودين هنا أو اللي موجودين في المعسكرات الرياضية برة، ربنا يوفقهم. امبارح سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحدات سكنيه ضمن المبادره الرئاسيه سكن لكل المصريين بمدينه حدائق العاصمه، وشاهد فيلم تسجيلي عن مشروعات الاسكان اللي تم تنفيذها. وقال رئيس الوزراء انه بانشاء الدوله 1,500,000 وحده سكنيه منذ عام 2014 وحتى الان تم حل مشكله اسكان لمن 6 ل7 مليون مواطن مصري. أيضاً ترأس امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وكان الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد ترأس الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي المجموعة الوزارية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية اللي تمت الموافقة عليها مؤخراً للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحاً أن أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها وبتتطلب العرض على مجلس الوزراء هيتم عرضها على اجتماع الحكومة في الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024 أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وده بدلاً من يوم الثلاث الموافق 23 يوليو 2024 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو. امبارح تم عقد آخر اجتماعات اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية، وده بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، واللي بيأتي في إطار اللقاءات الميدانية اللي بتقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات اللي بترتبط بالقوات المسلحة. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكور وإناث من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية علمي خريجي العام الدراسي 2022-2023 2023-2024، وده بالمعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمعهد الصحي للقوات المسلحة بالجلال. خبر جديد يمكن بيكشف لنا إزاي إن حاجات كتير كانت قدامنا ما كناش بنستفيد منها واستطعنا إن إحنا نخلق قيمة اقتصادية لها
ونستغلها أفضل استغلال. الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري كشف عن مفاجأة بشأن استخدام ورد النيل كوسيلة لخلق قيمة اقتصادية واستخدامه في الصناعات اليدوية المفيدة. الدكتور هاني قال إن أحد الحلول لمشكلة ورد النيل هو خلق قيمة اقتصادية من أجل استخدامه. صحيح. كمان كتب وزير الري والموارد المائية منشور خاص على صفحته على الفيسبوك، قال فيه أنه مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري استفاد من الخبرات الأسيوية في الصناعات اليدوية المختلفة لتحويل ورد النيل إلى منتج صديق للبيئة. المركز درب مجموعات مختلفة من السيدات في القرى على هذه الصناعة اليدوية المفيدة، بالإضافة إلى خلق فرص العمل والاهتمام بالمرأة وزيادة دخل هذه الأسر. حقيقة مستوفى أن ورد النيل فعلا كان بشكل مشكلة كبير. وهو كمان ساحب للمي، مش بس أنه هو بيسد المجاري المائية المختلفة، لكن كمان مستهلك للمية بشكل كبير، وكان دايما بيجي وقت أو موسم لازم يتم تطهير المجاري المائية من ورد النيل. ده حقيقي جدا، وكانت كمان وزارة الموارد المائية بتبذل جهود كبيرة جدا من أجل يعني إبعاده عن المجرى الملاحي لنهر النيل، وأيضا جعل الناس تستفيد بيه أفضل استفادة ممكنة. بالنسبة لأخبار المحافظات اللي معانا النهاردة، في الدقهلية تم صرف الدفعة 188 من قروض مشروعات شباب الخريجين بإجمالي 126.7 مليون جنيه، وفي أسيوط تم توسعة طريق مصر الزراعي لتخفيف الكثافات المرورية المختلفة. أيضا في سوهاج أعلنت جامعة سوهاج أن وحدة المناعة والحساسية للأطفال بالمستشفى الجامعي القديم قامت بمناظرة 300 حالة خلال 90 يوم. أما في بورسعيد فقد تم تنفيذ أعمال رصف وتطوير منطقة زمزم القديمة في حي الضواحي. محافظات مصر شهدت أخبار كتيرة. محافظة الدقهلية وافقت على صرف الدفعة 188 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يونيو 2024، وده بإجمالي 900 ألف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة، وبكده يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 126.7 مليون جنيه استفاد منها 13,401 شاب وفتاة. كمان في أسيوط شهد طريق مصر أسيوط الزراعي تنفيذ أعمال توسعات، وبيتم حالياً تكثيف العمل في نطاق قرية المرازيق بمركز مدينة البدرشين، وبيشمل مخطط التوسعة زيادة عرض الطريق من 8 متر إلى 11.5 متر وتنفيذ أعمال الرصف الخرساني لدعم الطريق واستيعاب الزيادة في الحركة المرورية المتوقعة به إلى جانب شبكات الإنارة والتشجير. في سوهاج أعلنت جامعة سوهاج أن وحدة المناعة والحساسية للأطفال بالمستشفى الجامعي القديم قام بمناظرة 300 حالة خلال 90 يوم، والوحدة مزودة بفرق طبية مدربة تدريب جيد على أيدي نخبة من الأطباء المهرة، وبتقدم الخدمات العلاجية المجانية لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، وبتعد الوحدة قفزة نوعية هائلة لخدمة المرضى. محافظة المنوفية أعلنت أيضاً قبول 4737 طالب وطالبة بتنسيق رياض الأطفال كي جي 1 بالمرحلة الأولى بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2024-2025 بنطاق المحافظة وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة، وده من إجمالي عدد طلاب متقدمين 9422 طالب عبر موقع التنسيق الإلكتروني للمدارس الرسمية والمتميزة للغات للمحافظة. في بني سويف أكدت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بكفر من سابة مركز الفشن، مكونة من 8 عيادات في 8 تخصصات هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة والأسنان، وضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1329 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في محافظة بورسعيد شهد حي الضواحي تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة بالضواحي للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبيأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق الداخلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاندسكيب وتدعيم شبكة بلوعات الأمطار.
فقرتنا ما زالت مستمرة مع حضراتكم، ولكن خلينا نروح دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نكمل من بعد الفاصل. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا إن احنا قضينا كام يوم اللي فاتوا كان الجو معتدل، وكان في يعني بتقولوا من هيئة الأرصاد إن ممكن يكون في ارتفاع بداية من يوم الثلاث. بالفعل احنا اليوم لو اتكلمنا عن طقس اليوم منفرد بنقول إن اليوم بيستمر معانا انخفاض درجات الحرارة اللي بدأ من بداية الأسبوع الحالي. انخفاض درجات الحرارة طبعا بشكل نسبي بمعدل درجتين لثلاث درجات عن اللي كنا بنشهده الأسبوع الماضي. نقدر نقول إن طقس اليوم هو أجواء صيفية تماما ومشمسة تماما، شديد الحرارة خلال ساعات النهار مع نسب رطوبة مرتفعة، وخلال ساعات الليل ايضا مائل للحراره على اغلب مناطق الجمهوريه مع زياده واضحه في نسب الرطوبه خلال ساعات الليل، ما عدا طبعا السواحل الشماليه اللي الطقس خلال ساعات النهار عليها بيكون حار وخلال ساعات الليل معتدل. درجات الحراره اللي هنشهدها اليوم اللي هي ما بين ال 35 ل 36 بالنسبه للقاهره، دي في معدلاتها الطبيعيه لمثل هذا التوقيت من العام. لكن لو اتجهنا لمحافظات جنوب الصعيد مثلا هنلاقي درجات الحرارة العظمى النهارده هناك بتوصل ل 43 وربما 44 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وأقل درجة حرارة بتسجلها جنوب الصعيد بتكون 30 درجة مئوية خلال ساعات الليل، ده بالفعل درجات حرارة مرتفعة وأعلى من معدلاتها الطبيعية بشكل ملحوظ. يمكن لما بدأنا نقول إن في انخفاض نسبي في درجات الحرارة من بداية الأسبوع الحالي الناس كلها بدأت تقول مش حاسين بانخفاض او الجو لا زال مرتفع نسبيا. احنا لما بنقول انخفاض مش بنقول معاه ان الطقس بدأ يبقى معتدل بشكل كبير، احنا بنقول برغم الانخفاض الا ان الاجواء هتظل شديدة الحرارة على اغلب مناطق الجمهورية، لاننا بالفعل في ذروة فصل الصيف، شهر 7 وشهر 8 هم دول ذروة فصل الصيف وارتفاع نسب الرطوبة. كمان اليوم في اعتدال في سرعات الرياح على اغلب مناطق الجمهورية مع وجود بعض هبات ونسمات الرياح الخفيفة بنشعر بها خاصة خلال ساعات الليل، بتكون خاصة على المناطق المكشوفة والمفتوحة من كافة محافظات الجمهورية. يمكن كمان اليوم اعتدلت حركة وارتفاعات الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بعد حالة من ارتفاع الأمواج. لسه كنت أسأل حضرتك بقى عن الأجواء خاصة في منطقة العلمين والساحل الشمالي، الأجواء هل فعلا نسبة الرطوبة عالية؟ هل مع الانخفاضات دي هتوصل لهناك؟ طبعا المنطقة اللي هناك لكن نسبة الرطوبة مش هتخلينا نحس بالشعور ده هناك؟ هو بالنسبة للسواحل الشمالية للجمهورية طبعا بسبب قربها من البحر المتوسط أو هي مطلة على البحر المتوسط، ده بيكون سبب رئيسي في ارتفاع نسب الرطوبة هناك بشكل كبير. يعني من ضمن اللي سجلته محطاتنا على السواحل الشمالية للجمهورية نسب رطوبة خلال ساعات الليل بتوصل ل 95%، ده معناه ان خلال ساعات الليل الهواء مشبع بشكل كامل بالرطوبة وبخار المية، خلال ساعات النهار بتكون اقل رطوبة على السواحل الشمالية بنتكلم من 50 ل 60%. نسب الرطوبة دي مع درجات الحرارة على السواحل الشمالية اللي بتكون من 30 ل 32 درجة مئوية بتخلينا نحس بيها أكثر. وكأنها 35 درجة. هي على كل حال بتكون بس معتدلة برضه بالظبط، يعني هي اقل من القاهرة شوية وتعتبر طبعا هي الافضل مقارنة بباقي مناطق الجمهورية. كمان خلال ساعات الليل بيكون موجود هناك ما يسمى بنسيم البحر، ده بيلطف الاجواء شوية خاصة المناطق اللي بتكون على البحر مباشرة. كمان يمكن اي اليومين اللي فاتوا كان في ارتفاع في الامواج نسبيا هناك على شواطئ البحر المتوسط خاصة الشواطئ الغربية عند العلمين ومطروح واسكندرية، ما كانتش ارتفاعات كبيرة لكنها بالفعل كانت موجودة. اليوم الأمواج هتهدأ هناك بشكل كبير جدا، أقصى ارتفاع الأمواج على السواحل الشمالية النهاردة هتكون 1.5 متر، وبالتالي مؤهلة تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة والتنزه وأيضا بالنسبة للمصيفين هناك.
بالنسبة لحالة ارتفاع درجات الحرارة اللي حضرتك سألت عليها في البداية المتوقعة من يوم الأربعاء إن شاء الله، بالفعل الخرائط بتشير إنه على يوم الأربعاء في تغير من غدا في مصادر يعني من بكرة إن شاء الله هتبدأ ارتفاعات في درجات الحرارة إن شاء الله، ارتفاعات طفيفة وتدريجية والعظمى على القاهرة هتوصل ما بين 37 ل 38 درجة. لكن هي مش موجة حارة شديدة الحرارة زي ما يعني تابعنا موجات قبل كده؟ لو اتكلمنا مثلا لو قارناها بالموجة اللي كانت نهاية الأسبوع الماضي يوم الخميس واليوم الأربعاء والخميس والجمعة الماضيين، على سبيل المثال يوم الخميس القاهرة سجلت 40 درجة مئوية في الظل، وطبعا مع نسب رطوبة مرتفعة شعرنا بها كأنها 42 أو 43 صحيح. درجة. خلال هذا الأسبوع من يوم الأربعاء القاهرة هتسجل من 37 ل 38، هتظل هكذا حتى نهاية الأسبوع لحد يوم الجمعة 38 درجة، هي طبعا درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ أعلى من المعدلات الطبيعية خاصة مع نسب الرطوبة، لكنها أقل من درجات الحرارة اللي سجلناها نهاية الأسبوع الماضي. مستمرة معنا لحد إمتى يا دكتور؟ يعني بشكل مبدئي مستمرة معنا حتى يوم الاثنين القادم، درجات حرارة مرتفعة ممكن على يوم الأحد أو الاثنين. أكيد عشان كده أكيد بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي، لكن السؤال كان لازم أسأله عشان ناس كتير هتسألنا تقول لها مستمرة معاكم لحد إمتى الموجة الحارة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 35 الصغرى 26، العاصمة الإدارية 36 26، إسكندرية 33 24، العلمين الجديدة 32 23، بني مطروح 31 24، دمياط 32 25، بورسعيد 34 27، إسماعيلية 36 26، السويس 37 25، العريش 35 25، كاترين 33 18، طابة 37 26، حلايب 37 29، شلاتين 41 30، شرم الشيخ 40 31، الغردقة 41 30، الفيوم 37 26، بني سويف 38 25، الوادي الجديد 42 27، اسيوط 40 25، سوهاج 41 27، قنا 42 29، الاقصر 42 28، واخيرا اسوان 43 30. ده يعني نستمتع النهارده بالاجواء الصيفيه المعتدله، لان من الغدا ان شاء الله هيكون في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره. هرجع مره ثانيه لهبه ومصطفى علشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا ليدي. شكرا جزيلا. خلونا دلوقتي نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فيفتتح وزير البترول والثروة المعدنية أعمال منتدى مصر للتعدين EMF في نسخته الثالثة اللي بيعقد على مدار يومين بالقاهرة بحضور دولي موسع من المسؤولين رفيعي المستوى وقادة صناعة التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى ومؤسسات التمويل وخبراء الاستكشاف التعديني من مصر ودول العالم. يقام المنتدى هذا العام تحت شعار استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة، وبيأتي انعقاده وفق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وإبراز ما يشهده من تطورات وبرنامج العمل لدعم مناخ الاستثمار التعديني. النهاردة وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت ندوة بتلك المناسبة في تمام الساعة 12 الظهر بقاعة الندوات بدار الكتب بكورنيش النيل. أيضاً ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق احتفال للأطفال بمناسبة ثورة يوليو، وبيتم تنظيم مسابقة رسم وتلوين. وبيأتي في إطار الاحتفال بالمناسبات الوطنية والقومية المهمة سعياً للحفاظ على الذاكرة الوطنية وترسيخ الهوية تمشياً مع خطة وزارة الثقافة. النهاردة هيقدم نادي ريال مدريد الأسباني الوافد الجديد كيليان بابي في تمام الساعة الواحدة ظهراً في حفل بيستضيفه ملعب سانتياغو برنابيو بعد توقيع اللاعب على عقده الجديد. ومن المتوقع أن يحضر العديد من الشخصيات الكبيرة عرض تقديم لاعب ريال مدريد الجديد صاحب القميص رقم 9. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع المباراة المؤجلة من الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري، ويلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر في تمام التاسعة ليلاً. في الحقيقة مصر هي بلد معرض الكتاب، ومعرض الكتاب ما بقاش معرض واحد، بقى مجموعة معارض. يعني
بنشوف ان هيحصل قريب جدا معرض في العاصمه الاداريه، بنشوف ان في معارض كتاب بتحصل بشكل دائم في عدد كبير من محافظات الدلتا او محافظات الجنوب في الصعيد، وبنشوف ايضا المعرض اللي بيحصل في مكتبه اسكندريه. خلينا نقول ان فعاليات النسخه 19 لمعرض مكتبه الاسكندريه الدولي للكتاب هيستمر لغايه يوم 28 يوليو القادم. المعرض ده بيتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئه المصريه العامه للكتاب، وبالتعاون ايضا مع اتحاد الناشرين المصريين والعرب. بنتعرف على تفاصيل معرض الكتاب الدولي في مكتبه اسكندريه، ومعانا على التليفون الدكتور احمد زايد مدير مكتبه اسكندريه. صباح الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. صباح الخير. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. الموسم والصيف ابتدى على السواحل المختلفة، وطبعا مدينة اسكندرية عروس البحر المتوسط وأكيد فيها عدد كبير من المصطافين. معرض الكتاب بيقدم إيه للمصطافين في اسكندرية ولغيرهم اللي بيحبوا الثقافة والقراءة والكتب، خصوصا مكتبة اسكندرية يعني منارة للحضارة والثقافة المختلفة؟ أولا المعرض ده هديله 19 مرة، دي النسخة 19، وطبعا امبارح احنا افتتحناه بحضور معالي المحافظ اسكندريه ومعالي وزير الثقافه ومندوب وزاره الاوقاف والازهر ولفيف كبير جدا من الاعلاميين وعدد كبير جدا من اساتذه الجامعه ورئيس جامعه الاسكندريه على راسهم. وطبعا احنا كان فوجئنا بالعدد الكبير جدا من الزوار المعرض في اليوم الاول، واحنا عاملين طبعا بجانب في 77 دار نشر عرضه في المعرد، بجانب سور الازبكيه. سور الازبكيه ده قاعه كبيره جدا جدا وفيها عدد كبير جدا من الناشرين اللي او بائعي الكتب اللي بيبيعوا الكتب القديمه. ايوه. وباسعار مخفضه، وطبعا جميل جدا ان احنا نحيي سور الازبكيه ويبقى دايما، لانه ده كان من اهم الاماكن اللي بتبيع الكتب القديمه زي ما حضرتك عارفه. صحيح. احنا عندنا كمان نشاط ثقافي يعني بنقدمه برضه بقى لزوار الاسكندريه والمصطفين وكل زوار المكتبه. النشاط ده يعني رغم ان احنا المعرض 15 يوم الا انه النشاط مكثف جدا لدرجه انه في حوالي 160 نشاط ثقافي خلال 15 يوم. يعني هيحضر فيهم بالاسماء اللي موجودين في البرنامج حوالي 600 واحد ما بين مفكر ومثقف واستاذ جامعه وروائي وشاعر، بجانب تكريم معظم الذين حصلوا على جوائز الدوله السنه دي سواء جائزه النيل او جائزه التأثيرية. الاقبال قد ايه لحد دلوقتي يا دكتور احمد؟ والله احنا ما بنعدش لان احنا ما عندناش يعني بوابات الكترونيه على المعرض لان احنا عاملينه في مكان مفتوح. انما بصراحه احنا كنا امبارح واحنا بنفتتح المعرض احنا ومعالي الوزير ومعالي المحافظ مش عارفين نمشي من الناس، يعني انا بقول لك يعني لدرجه انه يعني لما مرينا على احنا دخلنا الناس على طول معانا، يعني ما استناناش لغايه احنا ما نفتتح ونخلص الناس دخلوا معانا، فكان فعلا في زحام. صحيح. وانا اتوقع ان يكون مثلا يدخلوا في اليوم، يعني مش عايز انا ابالغ يعني بس انا اقول رقم تقديري حوالي مثلا ممكن في حدود 5000 واحد يعني مثلا 6000 واحد. ايوه. طيب دكتور احمد، احنا موسم الصيف بطبيعه الحال اسكندريه بتبقى يعني مليانه على اخرها بعدد كبير من المصطفين، كل مصر كلها جايه تصيف، ازاي بنستغل ده في ان احنا نسوق لهذا المهرجان لدى فئه يعني ربما ما يبقاش على خاطرها انها تيجي المعرض كتاب، هي جايه اصلا علشان تصيف، هل في يعني فعاليات او هل في اشياء بنقدر من خلالها نسوق معرض الاسكندريه بالنسبه لمصطفي الاسكندريه؟ طبعا في حاجتين، الحاجه الاولانيه ان احنا في دور نشر كتير جدا بتعمل تخفيض لاسعار الكتب، وبتبقى تعمل صفقات كده انها ممكن تبيع مجموعه كتب مع بعضها بسعر مخفض. عاملين قسم كبير جدا من المعرض، ساحه كبيره داخل المكتبه يعني داخل مبنى لكتب الاطفال وللالعاب الالكترونيه بتاعت الاطفال اللي فيها طبعا حاجات تعليميه، يعني مهتمين جدا بالاطفال، عاملين للاطفال مسرح كده في الساحه الكبيره بره طول النهار، هنقدم لهم يعني برامج للاطفال خاصه يعني بشكل خاص.
يعني سواء كانت أغاني أو أفلام تلفزيونية أو غيرها من الأنشطة. عملنا إعلان امبارح عن جائزة المكتبة للقراءة، ودي جائزة قومية كبيرة، يعني هيشارك يعني معمولة للشباب اللي هو سن من 18 لحوالي 40 سنة، واحنا اعلناها امبارح. وكل الجائزة دي كلها متبرمجة الكترونيا، حتى الامتحانات بتاعتها والاختبارات وكله متبرمج الكترونيا. ويعني الجائزة دي ما يميزها انها هتمنح جوائز لحوالي 100 واحد، يعني مش هتختصر فقط على عشان احنا نوسع قاعدة التشجيع يعني وكده. وعندنا خطة برضو ان احنا بعد ما نعلن عن الجائزة هنجيب البيت واحد دول في اسكندرية ونستضيفهم لمدة معينة ونتساقط. على أي أساس يا دكتور أحمد بيتم اختيار الفائزين أو عمليات التقييم ليه؟ احنا عندنا ثلاث اختبارات كلها إلكترونية، يعني احنا عاملين بنك أسئلة في حوالي 1000 سؤال. في الاختبار الأول المتسابق بيدخل الكمبيوتر بيديله 50 سؤال عشوائي، هو بيجاوب عليهم بشكل سريع جدا، لأنه طبعا الأسئلة كلها مصاغة بطريقة موضوعية، إما صح يعني صواب وخطأ أو مالتيبل شوية يعني اختيار من متعدد. والكمبيوتر بيصحح ويديله النتيجة وهو قاعد، يعني يقول له أنت أوكي هتكمل معانا أو مش هتكمل. اللي هيكملوا يدخلوا اختبار تاني بعد شهرين برضه بنفس الطريقة بس أصعب شوية، عشان كل شوية بنصفي لغاية في الاختبار الثالث. بنطلب منه تلخيص عدد من الكتب، وبناخد الحاجات دي نصححها ونطلع النتيجة في الآخر خالص، يعني كلها موضوعية مفيش فيها تدخل ولا نعرف هو مين ولا يعني يعني في الآخر خالص هنطلع الأسماء من الاختبار الثالث. طيب أبرز الـ الـ العناوين المنشورة وأبرز دور النشر أيضا اللي بتراهن إن هي يعني تعمل رصيد عند الجمهور. احنا عندنا دايما الهيئه العامه للكتاب، عندنا دار المعارف، عندنا دار الشروق، عندنا دار المحروسه، عندنا المركز القومي للترجمه طبعا. يعني ده هو ده اكتر حاجه بتبيع، يعني عندنا مكتبه الاسكندريه نفسها احنا عندنا يعني عدد كبير جدا من الكتب، ايضا عاملين كتب للشباب كده صغيره الحجم قليل رخيصه السعر. برضه في المكتبه عندنا بعض دور النشر من السعوديه ومن الامارات، عندنا الازهر على فكره عامل جناح جميل جدا جدا، يعني بيقدم فيه، وانا بقى دايما بعتز بالحكايه دي ان هو بيقدم الدين بطريقه يعني جميله. صحيح، يعني بيجيب في كتب جميل. الطفل يا دكتور احمد، احنا عايزين نربط الطفل بالكتاب، الكتاب المقروء الممسوك في اليد. وانا قلت لحضرتك وانا بتكلم في الاول ان احنا عندنا ساحه كبيره في المعرض فيها كتب اطفال ومخصصه للاطفال، طبعا في كل دور نشر بقى عندها كتب للاطفال، بس احنا خصصنا جزء خاص للاطفال، يعني المكتبات المتخصصه في بيع كتب للاطفال. وطبعا حضرتك عارفه ان في دلوقتي حاجات بتتباع مش كتب، بتتباع حاجات الكترونيه تعليميه، يعني مثلا ممكن يبسط له التجارب علميه، ممكن يبسط له افكار علميه في حاجات كده. لا حضرتك بتقول الازهر كمان عامل حاجات. لا الازهر عامل للطفل بشكل مبسط. الازهر عامل بيعمل حاجه جميله جدا، يعني عامل جزء للاطفال وجزء للرسم والفن، يعني بيخلي الشباب يرسموا ويعملوا حاجات، وجزء تاني للكتب الدينية. يعني عارفة حضرتك اللي احنا عايزين هو ده الفهم الوسط للدين، يعني أيوة. انا يعني اخد بحضرتك طبعا يعني وفي سن صغير يعني بيبقى يعني هو ده السن الاهم للتنشئة الصراحة. مش بنعلم دين فقط، ده احنا بنعلم فنون ايضا وبنعلم ثقافة وبنعلم حاجات جميلة جدا بجانب الدين. يعني احنا يعني بننتظر ان المهرجان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اللي بتيجي اسكندرية، بننتظر ان يحصل فعاليات تغير اتجاهات المصطفين من البحر والاستمتاع بالهواء الجميل بتاع اسكندرية، أيضا الاستمتاع بالثقافة والعلوم وكل مناحي المعرفة في هذا المعرض. شكرا لك دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية. كمان معنا خبر عن الخرسانة الخضراء،
ده مشروع تخرج لطلاب كلية الهندسة بيستهدف استغلال المخلفات الصلبة في صناعة خرسانة صديقة للبيئة وموفرة اقتصاديا. المشروع بيتم العمل فيه من طلاب هندسة جامعة المنصورة وبيحقق أهداف التنمية المستدامة وتوجه الدولة لرؤية مصر 2030. خلينا نعرف يعني إيه خرسانة خضراء، نستخدمها إزاي، إزاي تكون خرسانة أيضا صديقة للبيئة. على الهاتف معنا الطالب محمود المعداوي، ليدر مشروع تخرج الخرسانة الخضراء. أهلا بك يا محمود، بعد التحية خلينا نعرف تفاصيل مشروعك، يعني إيه خرسانة صديقة للبيئة؟ أهلا بك يا فندم، صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني إيه خرسانة يا صديقة للبيئة؟ إزاي نقدر نقول إن هي يعني لا تلوث البيئة؟ إزاي نقول إن هي فعلا نسبة الأمان فيها أعلى من باقي الحاجات التانية؟ هو حضرتك الخرسانة الخضراء دي عبارة عن إن إحنا بنقلل نسبة الأسمنت في الخرسانة بتاعتنا وبنحل مكانها بمواد ذات يعني ما تبقاش مخلفة صديقة للبيئة. أيوه. مثل زي بودرة السيراميك وبودرة الطوب واستخدام كسر الخرسانة وإعادة استخدامها مرة أخرى. أيوه. تمام. بنسبة معينة بس. يعني دي مواد صديقة للبيئة؟ بودرة السيراميك؟ هي الفكرة كلها، هي الفكرة كلها يا فندم، احنا ازاي نرفع خصائص الخرسانة، ده أهم حاجة عندنا، وفي نفس الوقت إن احنا نستخدم المخلفات اللي هي ناتجة عن مصانع الطوب ومصانع السيراميك. ده كده بقى يعني مردود اقتصادي، إن أنا استغليت المخلفات. ذات جانب بيئي وذات جانب اقتصادي. طب الجانب البيئي ازاي؟ ما هو احنا طبعا زي ما انتم عارفين ان صناعه الاسمنت بتاثر بتطلع ثاني اكسيد الكربون بنسبه كبيره جدا في الهواء، وده بيؤدي الى ظاهره الاحتباس الحراري. وبناء عليه انت احنا بتتجنب هذا الامر من خلال استخدامك للحاجات الثانيه. بنقلل نسبه الاسمنت اللي مستخدمه في الخرسانه بنسبه 20%، وبنعوضها بقى باحلالها بمواد اللي انا قلت لك عليها، بودره بازلت وبودره السيراميك وبودره الطوب. وفي نفس الوقت احنا ما بنستخدمش بقى الركام العادي اللي هو الرمل والزلط اللي هو اصلا يعتبر من المحاجر والكلام ده، لا احنا بنعيد استخدام الخرسانه المخلفه من عمليه هدم البناء او اي مباني تم هدمها، وده اللي احنا عملناه في المعامل كليه الهندسه عندنا في جامعه المنصوره. طيب ده مشروع التخرج بتاعكم يا محمود زي ما انت بتقول في جامعه المنصوره. أيوة. التطبيق العملي يعني ازاي اقدر ابتدي فعلا اعمل ده ويتحول المشروع من مشروع تخرج ان هو يعني يستخدم بشكل كبير، مش هقول يعمم طبعا لانه يعني يمكن صعب التعميم في البدايه، لكن مشروع يقدر من الناحيه التطبيقيه ازاي؟ احنا عملنا في المعمل عندنا جميع الاختبارات للخرسانه دي، بس هي قوتها طبعا ومدى استحمالها وكل ده اكيد. كل الاختبارات، من سواء الاختبارات اللي على الاسمنت او الاختبارات على الركام او الاختبارات على الخرسانه بعد ما خلصناها خالص، بس هي الفكره اللي عشان نطبقها على مستوى كبير لازم يبقى في يعني ضبط وكواليتي كنترول اعلى شويه، وده يعني صعب يتحقق بنسبة كبيرة في أرض الواقع يعني. ليه؟ هي دي الفكرة. ليه علشان؟ دي الصعوبة الوحيدة اللي ممكن تقابلنا عشان تطبيق الموضوع ده بشكل أوسع. يعني بمعنى آخر، ليه ما ينفعش يتم تطبيقه بشكل أكبر؟ لا يقدر، نقدر، بس لا لازم يبقى فيه مراقبة وضبط جودة كبير في الموقع ذات نفسه، يعني لازم يكون العمال والمهندس المشرف عليهم بيتابعهم، لان هي عباره عن نسب معينه، ما ينفعش ان احنا نقل عن النسب ديت ولا نخلط الموضوع، يعني لازم نسب معينه. طب مين اللي المفروض تتوجهوا له بالمشروع ده يبتدي يطبقه، مصانع مثلا ولا ايه؟ هو احنا حضرتك إيه، احنا لسه تم اختيارنا الحمد لله، يعني احنا نمثل الكليه عندنا في المؤتمر بتاع المشروعات التخرج في كليه الهندسه يوم 21 يوليو باذن الله. أي. ممكن بقى
ممكن بقى حد يتبنى الفكره او حد يناقش طب كويس، احنا ظهرناها اهو على الهواء معانا النهارده في صباح الخير يا مصر، وان شاء الله تلاقي التطبيق المنتظر وتكتب كده براءه اختراع ليكو. انا بشكرك محمود المعداوي، رئيس مشروع تخرج مجموعه الخرسانه الخضراء، او تخرج الدراسه اللي بتهدف الى خرسانه صديقه للبيئه، وهو رئيس المجموعه اللي قدمت المشروع ده. شكرا ليك يا محمود. وخلينا سريعا نروح ونسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا دينا شرف. تفضلي دينا. شكرا لك مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الرياضة هي التي تعكس مدى تحضر الدول والشعوب، مشددا على ضرورة تمسك اللاعبين المصريين في كافة الرياضات بالمنافسة الشريفة وأخلاق الرياضة. وأعرب الرئيس السيسي خلال استقباله اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية عن أمله في تحقيق الرياضيين ميداليات في أولمبياد باريس 2024، لافتا إلى أنه يجب تقديم الرياضيين بشكل يليق بمصر نظرا لكونهم مرآة تعكس صورة المصريين في المحافل الرياضية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن بناء الإنسان المصري هو أحد أهم محاور برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن عمل المجموعات الوزارية لن يقتصر فقط على وضع استراتيجيات وبرامج، ولكن الأهم هو متابعة التنفيذ على الأرض. وخلال الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، أكد مدبولي أن الحكومة مهتمة بكل الملفات التي ستتبناها هذه المجموعة، وأي قرارات للمجموعة تتطلب موافقة مجلس الوزراء سيتم اعتمادها على الفور. أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة، وذلك في ختام اجتماعاتها التي تواصلت على مدار 6 أيام. وأكد البيان الختامي وجود تنسيق متبادل بين أعضاء الحكومة الجديدة في جميع الملفات. ومن جانبه أعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب، ولكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة، وقدمت نموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلس النواب. استنكر مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني أونروا فيليب لازاريني تحويل المقر الرئيسي للوكالة في قطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض. ووصف لازاريني هذا العمل بأنه حلقة جديدة من التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، مشددا على أهمية حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات. كما طالب لازاريني بضرورة ألا تستخدم المرافق الأممية لأي أغراض عسكرية على الإطلاق. أعلنت قوات الحوثي أنها استهدفت 3 سفن بينها ناقلة نفط، وذلك في البحرين الأحمر والمتوسط، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وزوارق ملغومة. وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيى سريع إن الحركة استهدفت السفينة بنتلي 1 والناقلة تشايس لاين، وذلك في البحر الأحمر، مضيفا أن قوات الحوثي بالتنسيق مع الجماعات المسلحة في العراق استهدفت السفينة أوليفيا في البحر المتوسط. جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الدفاع عن قراره بالمضي في السباق الرئاسي رغم تقدمه في السن، مؤكدا أن قدراته العقلية جيدة جدا. جاء ذلك في الوقت الذي ندد فيه بايدن بمرشح خصمه الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيمس ديفيد فانس، واصفا إياه بأنه استنساخ لترامب، وذلك بعد أن أعلن الحزب الجمهوري ترشيح ترامب رسميا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل. Yes, I do. What do you make of J.D. Vance? J.D. Vance. J.D. Vance. What do you think of J.D. Vance? He's a clone of Trump on the issues. A clone of Trump. A clone of Trump on the issues.
أعادت المنظمة العربية للطيران المدني انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي خلال الاجتماعات التي أجريت في اجتماعات الدورة 28 للجمعية العامة للمنظمة، وفازت مصر بعضوية جميع اللجان الفنية بالمنظمة، وهي لجنة النقل الجوي ولجنة الملاحة الجوية ولجنة السلامة الجوية ولجنة أمن الطيران ولجنة البيئة ولجنة الإعلام والاتصال المؤسسي. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. النهاردة يوم خاص جدا، 10 محرم أو عاشوراء كما تم التعارف عليه، واللي بيصادف ذكرى يوم عاشوراء هو ان الله سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى من بطش فرعون. كتير من الناس بنلاقيها بتدور على اليوم، وفي بيقولوا احنا لازم نصومه، دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، تسوع وعاشوراء تحديدا، وثواب الصيام وايه العبر اللي ممكن ناخدها في يوم زي ده. لكن الاحتفالات دايما بتاخد طابع ديني، في جزء ثقافي وترفيهي، مش بس من ناحية العبادات لكن كمان الروح نفسها ازاي بتتغسل. الإنشاد والابتهالات المختلفة هي اللي بتدينا الطبع الجميل، او ازاي غذاء الروح، او ازاي تغسل نفسك من هموم كتيرة وضغوط ممكن تكون في الحياة من خلال الإنشاد والابتهال. خلينا في صباح الخير يا مصر نحتفل بطريقتنا في هذا اليوم المبارك بهذه الذكرى العطرة. إزاي نحيي هذه الذكرى وبصحبتنا المنشد والمبتهل إسلام السرساوي اللي منورنا النهاردة في الاستوديو. أهلا بك يا أستاذ إسلام. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك، كل عام وأنتم بخير. أهلا بك، منورنا. في البداية خلينا نقول الابتهالات الدينية في كل مناسبة بيبقى ليها شخصية مختلفة، بيبقى ليها طابع خاص. صحيح. في ذكرى عاشوراء بتقولوا إيه؟ هل في ابتهالات معينة في هذه الذكرى؟ والله زي ما حضرتك بتقول، في المناسبات الدينية كل بيبقى لها طابع خاص، لكن عاشوراء تحديدا ما فيش حاجة معينة، فبنتكلم عن الأنبياء بشكل عام، يعني عن سيدنا النبي، عن سيدنا موسى، عن سيدنا عيسى، عن سيدنا يوسف وهكذا، فملوش حاجة معينة، فبنحاول نجمع أو بنتكلم مع الشعراء بتوعنا اللي بيكتبوا لنا. أيوه. هنتكلم عن طبيعة الذكر، عن بالضبط هنتكلم عن إيه؟ يقول لك لا، ممكن بقى نجمع الانبياء في 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 ابتهال واحد او الله. في ابيات معينه وبنقولها، وده اللي احنا بنشتغل عليه يعني. طب بتسمعنا كده؟ يلا بينا نبدا صباحنا كده بحاجه حلوه. يلا بينا. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، نبينا خير الورى، ما في الوجود زيه، نبينا خير ما في الوجود زيه، على خد شام وعلى ما وما بشر، لكن مش قريب زيه، نوح صنع السفينة لكن
مش سفينة العلوم زيه موسى كلمة ربنا لكن موسى كلمة ربنا مركبش البراق زيه يوسف بديع في الجمال يوسف بديع في الجمال 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 يوسف بديع في الجمال 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 لكن مش في الجمال زيه العلماء ويا الأولياء ماشيين على جميل. ايه سر الانشاد والابتهال الدين؟ ازاي بتتدرب عليه وايه شروطه؟ هو لازم طبعا يتطلب في المنشد او القارئ قارئ القران تكون الموهبه موجوده، ده رقم واحد. وعشان تبقى الموهبه موجوده ويقدر يستغلها صح لازم يكملها بالدراسه، فلازم يكون على درايه وعلى دراسه بعلم المقامات الموسيقيه. ايوه، على اساس ان هو يقدر يصور الكلام اللي بيقوله، هو مش مجرد كلام بيحفظه بيقوله خلاص. ازاي اوصل الكلمه اللي بقولها لاحساس المتلقي؟ حلو قوي. حتى في القارئ، يعني انا بقول ان القارئ او امام المسجد هو بس مش حافظ قران وبيقول الايات وخلاص، لا، هو شغال قارئ وامام ومفسر في نفس الوقت. هو لو حفظ، لو عرف النغمات الصوتيه وعرف ان كل مقام بيتكلم عن حاجه معينه او بيوصل احساس معين، أيوه، هيقدر يوصل الايه اللي بيقولها. يعني مثلا بيتكلم عن النار، فما ينفعش يقول في حاجه فيها فرح، نغمه فيها فرح او حاجه. ايوه. بيتكلم عن الجنه، ما ينفعش بقى يبقى حزين وزعلان ان هو بيتكلم عن الجنه، لا، احساسه بالمعنى نفسه زين، لازم يوصل يعني المتلقي انه يعيشه الحاله او يعيشه الايه اللي بيقولها. وكذلك المنشد او المبتهل لو ما كانش على درايه بالكلام اللي بيقوله ويكون يعني اللي هو الفن الارتجال بالذات في بالنسبه للمبتهل ده مشكله يعني. أيوه. وده من اصعب الفنون، فن الارتجال يعني. عشان كده لازم يكون مثقف موسيقيا عشان يقدر من خلال ارتجاله يقدر يشوف هو بيقول، وفي نفس الوقت بيشوف النغمه اللي هتمشي مع الكلام، وفي نفس الوقت بيشوف الحاله اللي قدامه، الناس هل تفاعلت معاه، هل وصل لهم فعلا. صحيح. وما خرج، وفي الاول والاخر ما خرج من القلب وصل الى القلب. طب على كده في مدارس في مصر لتعليم الابتهال الديني معتمده يعني بتقدم الخبرات الموروثه من مئات السنين اللي عندنا وبتسلم جيل ورا جيل. صحيح، موجود دلوقتي طبعا معهد الاذاعه والتلفزيون بيعمل الكلام ده للقراء والمبتهلين. في مدرسه الانشاد الديني اللي بيرقصها الشيخ محمود التهامي، محمود ياسين التهامي، وهناك بيدرسوا بياخدوا الموهبه يعني زي ما بنقول كده ابيض خالص. أي. في خلال فترة معينة بيشتغلوا عليها تدريبات صوتية، مقامات موسيقية، لغة عربية، مخارج وصفات، عشان يتخرج بعد 3-4 شهور الولد عارف يعني يبقى ازاي يبقى منشد. يعني طب ازاي بيكتشفوا الموهبة دي؟ مين اللي يتوجه ويحس ان جواه الموهبة فممكن ينميها بالدراسة؟ هو ده في الأول لازم يكون من البيت. البيت؟ لازم يكون من البيت، إذا ما كانوش مؤمنين إن دي موهبة حقيقية مش هيسعى ليها أصلاً. فبيجي بيتقدم للاختبار وبنشوف هل يستحق ان يكمل ولا زي ما بنقول كده هو مامته هي حلو. لما هو حلو في اصول للموضوع. يعني ممكن ربما هم يكونوا سامعين ان هو حد صوته كويس، واحنا كلجنه مثلا بنستمع للاصوات، طب هو ده ودنه سليمه ولا مش سليمه؟ أيوة. يعني هو مش صوته بس زي الاذن الموسيقيه كده بالظبط، هو ده. اذا ما كانش عنده الاذن الموسيقيه دي لا مش هيتعلم، لان الرقم واحد في التعليم او الثقافه الصوتيه ان يكون بيسمع كويس.
مش ان يكون صوته كويس، ان يكون بيسمع كويس، على اساس ان هو مع التدريبات ومع الدراسه نقدر نجيب لو هو مثلا صوته او موهبته بنسبه 50% وبيسمع كويس هننميها لحد 70 و80% كمان. هنكلمك عن المقامات الصوتيه واستخدامها في الابتهال الديني، ولكن خلينا برضو نسمع يعني اجمل ما قيل في يوم عاشوراء ايه، او الحاجه اللي انت بتفضل تسمعها. النبي عليه الصلاه والسلام يعني احنا كنا لسه بنحتفل بهجره النبي صلى الله عليه وسلم، لسه كنا بنحتفل بيها من يومين. صحيح. فنقول حاجه عن هجره النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. يا هجرة المختار فاض ضياؤه وتبددت في نورك الظلماء، لما تجمع كيدهم وضلالهم، لما تجمع كيدهم وضلالهم وأحاط بيت المصطفى أعداؤه، فاذكر عليا قد تثجى برده، فاذكر عليا قد تثجى برده، والدار ممن يبتغون خلاءه، واذكر أولى الصديق ضم حبيبه، واذكر أولى الصديق ضم حبيبه، وفؤاده خوف العداة هواه، قال الرسول له، قال الرسول له: يهدئ قلبه أسكن، فحولك قدرة علياء، واذكر أولى الصديق ضم حبيبه، وفؤاده خوف العداة هواه، قال الرسول له: يهدئ قلبه أسكن، فحولك قدرة علياء، الله ثالثنا، الله ثالثنا، فكيف يمسنا في الله ضر أو يحل بلاء. يا هجرة المختار، يا هجرة المختار، ردي غربتي نفسي لنفسك يا رسول فداء. أحسنت يا شيخ إسلام. تأثير الإنشاد والابتهال الديني إيه على النفس وعلى الروح؟ هو زي ما حضراتكم قلتوا في الأول، هو غذاء للروح. يعني إحنا مثلا لما بنروح احتفالية
ربما القارئ يقرأ عن المناسبة والناس تتفاعل معه، وبعدين المتحدث أو الداعي يقدر ممكن يتكلم ساعة ساعة عشان يوصل الفكرة والقصة والمعلومة ويجيب أحاديث ويخرج، لكن المنشد ممكن يلخص الحالة دي كلها في كام دقيقة. حضرتك قلت لنا فعلا قصة الهجرة، يعني القصة ممكن لو بنتكلم فيها ممكن ناخد وقت كبير جدا، لكن المنشد ممكن يوصلها في خلال دقيقتين ثلاثة خلاص، اللي هو خلى الجمهور تفاعل وخلى الجمهور فهم الليلة كلها. يعني دي وسيلة سهلة ان احنا نوصل رسائل ونضفر كده نصايح وارشادات دينية والافكار الوسطية للدين الاسلامي عن طريق الانشاد والابتهال، وهل في فرق بينهم؟ في فرق بينهم. دي حاجة نقول بس المعلومة اللي حضرتك اشرت اليها الاول، احنا في الفترة الاخيرة الكامل 3-4 سنين اللي فاتوا دول احنا ما كانش الانشاد كان زمان كان يقتصر عن الذات العالية وعن مديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الموشحات القديمة بتاعت مشايخنا الكبار، لكن في الفترة الأخيرة بقينا نشوف احنا يعني النهاردة في الأحداث بتقول ايه، على اساس ان احنا نقدر من خلال شغلنا احنا ناخد الناس نوصلهم للحالة اللي احنا المفروض نكون علينا كلها بشكل مميز بشكل مبسط، بلاش التعقيد لا الموضوع بسيط خالص، بتحكي حكاية يعني. بالضبط دي حاجة. أما بالنسبة بقى للابتهال والإنشاد، الابتهال هو طبعا فن ارتجالي يعني صافي زي ما أشرنا من شوية، إن هو كل الشغل الشاغل إن يكون عارف الكلمة كويس، عارف معناها كويس، هيقدر من خلال النغم الموسيقى او المقام الموسيقي اللي يتناسب مع الكلمه، ده الابتهال. اما الانشاد هو رتم وايقاع معين ولحن معين محفوظ، يعني مثلا زي قمر المشهوره، زي مثلا المسكفاح، زي حاجات كتير جدا الحاجات المشهوره دي، فهي ايقاعات معينه وارتام معينه تراث يعني. بالظبط ده الانشاد. في حاجات بقى تانية اسمها الموشحات، ده الفرع الثالث. إن كان الشيخ زمان لو كنا مثلا بنشوف في المسلسلات أو الأفلام القديمة كده، يبقى الشيخ واقف وراه البطانة بتاعته، فالشيخ يرتجل ويرجع للبطانة بتاعته فيديله المذهب أو الأرضية اللي هو بيقول عليها، يرده من وراه. بالظبط، أو يقول شغل جماعي زي ما بنعمل. كنت عايزك تتكلمني عن قصة المقامات الموسيقية، تأثيرها إزاي على الابتهالات، إزاي بتستفيد منها، أبرز المقامات الموسيقية المستخدمة في فن الابتهال والإنشاد، وإزاي ده بيصل لقلب المستمع سريعا، يعني كيف يكون المقام الموسيقي نافذ إلى القلب من خلال يعني أصوات حضراتكم. المقامات الموسيقية المتعارف عليها الثمانية الأصول، ثمان مقامات أصلية، وطبعا في ليها فروع كتير جدا ما فيش حد يعني حصرها لحد دلوقتي لأنها كتير جدا. لما بنيجي ندرس المقام بنعرف تفاصيله، هو النغمة بتاعته، هو طبعا تمن مقامات وكل مقام فيهم تمن درجات. طيب الأربع درجات الأولين بيرمزوا لإيه والأربع درجات التانيين بيرمزوا لإيه، وده من خلال ممكن نعمل مقام ما بين الفرح والحزن، ده بيحصل في بعض الحالات. طيب الكلام اللي قدامي اللي باخده من الشعر، والشعر بيديني كلام بس، فانا افهم ممكن اتلاقيني بتكلم مع الشاعر، طيب انت كنت تقصد ايه؟ هو ممكن يكون يقصد حاجه وانا لما اجي اقرا الكلام اخده لا هو يقصد ايه الاول، هو اثناء ما بيكتب لانه اكتر واحد قريب للكلام اللي كتبه. لا وبعدين ما بيبقاش فيه لحن دايما. بالظبط. يعني انت بصوتك بتوصل المعنى زي ما حضرتك. علشان كده انا بحاول افهم منه هو كان يقصد ايه بالكلمه دي، يعني يقصد ايه الحاله اللي كان بيكتب من خلالها. ومن خلال كلامي معاه بعرف المقام اللي يتماشى معاها، هل يتماشى معاها مقام فرح، هل يتماشى معاها مقام حتى الكلام اللي بينه وبين حضراتكم والحوار، لغة الحوار دي ده مقام اسمه مقام البياتي من ضمن المقامات الثمانية الأصول، وده لما بيجي قصة في القرآن مش هقول بقى همسك نغمة فرح بقى لا، ما ممكن ربما تكون القصة أصلا حزينة أو فيها جزء حزين، يبقى أنا أخدها كلها في مقام واحد، لا بنختار مقام الحواري او مقام البياتي اللي احنا بنتكلم بيه، ومن خلالها بنقرا او بنوصل المعنى من خلال المقام. طيب انا بقول دلوقتي زي ما مصطفى كان بيقول، انت بتوصل الحاله ازاي للمتلقي، انا في لحظه بقول مثلا وجاءت سكرات الموت بالحق، وجت بعديها ايه مثلا فيها فرح، طب انا اعمل ايه؟ اكمل بقى في الحزن اللي انا ماشي فيه ازاي تعمل النقله دي؟ هي النقله دي،
هو الانتقال من مقام لمقام هو البياتي من خلال راجع للدارس او للدراسه او لل يعني احنا بنتكلم مقام الحزن مثلا اللي هو مقام الصبا يا رب. حضراتكم لو بتستشعروا الكلام ده هتحسوا ايه حزن قوي. طيب او في توسل بالظبط الدعاء ما ينفعش وانا بدعي ربنا يبقى في قوه وفي غلظه لا ده انا في يعني رجاء فليه مقام اللي هو مقام الحجاز مقام الفرح لا قولهم لنا بادائك اللي حضرتك طلعته دلوقتي عشان نعرف نفرق تمام او نحس وتوصل لنا الفكره والرساله تمام نقول مثلا اللهم صل على سيدنا النبي كل القلوب الى الحبيب تميل مثلا تمام مقام البيات اللي هو الحواري كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل ده بياتي نقول صبا مثلا كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل ده مقام الصبا اللي هو الحزين نقول مثلا حاجة فريحي بقى مقام النهوان كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل فريح نقول الحجاز اللي هو مقام الدعاء كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل مقام السيكة زي اللي كانوا بيقولوه في طلع البدر علينا هم بيقابلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل صحيح احسنت يا مولانا احسنت يعني ده يمكن ابلغ رساله تقدر تقول لنا او تقدر يعني توصل لنا ان طريقه حكي الجمله نقدر من خلالها نوصل عدد كبير من الرسائل النهارده اتكلمنا عن الانشاد والابتهال الديني وكان بصحبتنا المنشد والمبتهل اسلام السرساوي اللي نورنا النهارده بذكرى يوم عاشوراء اتكلم معانا عن فنون الانشاد وايضا امتعنا بصوته الجميل شكرا ليك يا مولانا نورتنا وشرفتنا لقاء حضراتكم شكرا لحضرتك شكرا جزيلا نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني معاكم في صباح الخير يا مصر كلام ما زال مستمر عن مهرجان العالمين وفعالياته الفنية والرياضية والثقافية خلينا نروح سريعا بصحبة زميلنا محمود جميل هناك عشان نتابع مع بعض أبرز الفعاليات اللي هتكون موجودة النهاردة في مهرجان العالمين أهلا بك يا محمود
صباح الخير عليك يا مصطفى، صباح الخير عليك يا هبة، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. لازلنا في الأجواء الجميلة في مدينة العالمين الجديدة وأجواء مهرجان العالم عالمين، والحقيقة الفعاليات لا تتوقف على مدار اليوم. وخلينا أقول لكم أن امبارح كمان كانت ليلة جميلة في الاستمرار في الفعاليات الثقافية الموجودة الخاصة بوزارة الثقافة، وكان يمكن امبارح كمان كان في حضور أكبر لأن خلاص الناس بدأت تشوف الفعاليات الثقافية وفرق وزارة الثقافة اللي موجودة في منطقة الألعاب الرياضية والمنطقة الترفيهية على الممشى السياحي. فالحقيقة بقينا بنشوف توافد لعدد كبير من الأسر والأطفال والشباب، كل الناس اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. وخلينا أقول لكم كمان إن احنا امبارح كنا بنرصد الترقب لحفلة القيصر الفنان كاظم الساهر، ويمكن لما كنا بنتكلم مع الناس في الممشى السياحي الحقيقة في يعني ترقب كبير جدا للحفلة، والناس منتظرة ومتشوقة ان هي تكون موجودة في حفل القيصر كاظم الساهر. والحقيقة كمان رصدنا ردود افعال كل الزائرين اللي من خارج مصر من المملكة العربية السعودية ومن بلدان اخرى، والحقيقة مبسوطين بكل التطور اللي بيحصل في مدينة العالمين الجديدة، سواء التطور العمراني او حتى تطور في الاماكن اللي موجودة اللي هيكون موجود فيها الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة. وعلشان طبعا كل التجهيزات والاستعدادات اللي بتتم وتجهيز كل المناطق اللي هتشهد الفعاليات، يعني هيكون لينا لقاء الآن مع المهندس نادر زعفر وهو نائب رئيس جهاز مدينة العالمين الجديدة، يطلعنا بشكل أكبر عن كل الكواليس والتجهيزات اللي موجودة في مدينة العالمين. صباح الخير يا باشمهندس، وبرحب بيك وأهلا بيك في برنامج صباح الخير يا مصر. وأكيد كل سنة بيكون في تجهيزات من جهاز مدينة العالمين الجديدة لاستقبال مهرجان العالمين، كواليس بقى التجهيزات للمناطق المختلفة، واحنا عارفين طبعا ان المناطق كتير جدا في استقبال النسخة التانية والفعاليات اللي هتكون موجودة لمهرجان العالم عالمين. صباح الخير يا محمود، اهلا بكم، اهلا بقناة الاولى معنا في المدينة، نورتونا. احنا بالنسبة لنا مهرجان العالمين حاجة مهمة جدا في المدينة، لاننا بالنسبه لنا حدث تسويقي مهم جدا جدا في المدينه. احنا بنبص له من ناحيه ان هو حدث تسويق للاستثمارات الضخمه بتاعتنا بتاعت المدينه. احنا عندنا استثمارات تعدى ال 230 مليار في المدينه. فبالنسبه لنا المهرجان لازم يكون له استعدادات كامله ومتكامله عشان يطلع بابهى صوره وابهى حاجه. طبعا عندنا كذا محور في العمل في المدينه، كان اولهم محور الارينا او نيو ارينا. الأرينا دي السنة دي طبعا كانت أكبر من حوالي 4 أضعاف المساحة بتاع السنة اللي فاتت. جاتنا طبعا توجيهات من هيئة المجتمعات العمرانية بالبدء في العمل فيها، خدت معنا وقت قياسي بسيط جدا، خدنا حوالي 25 يوم في تجهيز الأرينا بمسطح أكتر من 40,000 متر مسطح ليها، بالإضافة للباركينج بتاعها فوق 60,000 متر مسطح باركينج ليها، طرق المؤدية ليها وكل الحاجات دي. طبعا احنا متوقعين ان شاء الله يعني ان الزوار ان شاء الله عددهم يتضاعف استعداد ان شاء الله، لان عشان كده عملنا مسطحات اكبر من كل سنة، وجهزنا التجهيزات الكاملة عشان الناس تبقى برضو تحس بأريحية في الدخول والخروج والطلوع من الأرينا. يمكن احنا كمان تابعنا بنفسنا في حفل الكينج محمد منير منطقه الارينا الجديده، والحقيقه فعلا مصممه يعني بتجهيزات عاليه جدا، والفكره كمان في المساحه وفي تنظيم بوابات الدخول والخروج. وكمان اللي بيميز منطقه الارينا الجديده هي وجودها بجوار او امام وبالقرب من المدينه التراثيه، واللي الحقيقه هتشهد عدد كبير من الفعاليات، ويمكن شفنا فيها حفل الفنان مدحت صالح والمسرح الروماني اللي موجود. فلو تكلمنا اكتر بقى عن المدينه التراثيه وتصميم وأعمال التجهيزات اللي تمت فيها علشان كمان تستقبل الفعاليات اللي جاية من الحفلات الفنية التابعة لوزارة الثقافة. فندم، هو طبعا الأرينا الجديدة كان اختيارها لكذا سبب، من ضمنهم السبب الأساسي الموقع بتاعها هنكون قريب من الطريق الساحلي عشان الوصول إليها يبقى سهل، وفي نفس الوقت إن احنا نقدر نسوق المنطقة الجنوبية عندنا. أقرب حاجة للأرينا اللي هي المدينة التراثية. المدينة التراثية دي حاجة كده على مستوى تصميمي عالي جدا، مساحتها فوق 260 فدان، فيها أكتر من 69 مبنى،
من منهم المسرح الروماني اللي تم تجهيزه افتتاحه السنه دي اللي حضرتك في زي ما تفضلت قلت الفنان متحف الصالح كان موجود فيه في افتتاحه. وعندنا مجمع للسينمات في 11 سينما فتحنا برضو السنه دي اول سينما فيهم. في برضو مركز مؤتمرات او قاعه مؤتمرات كبيره قوي وخلاص احنا ان شاء الله في خلال الاسبوع ده او الاسبوع الجاي بكتير وهتشتغل ان شاء الله وهيكون فيها فعاليات لوزاره الثقافه فيها دار كتب بقى او فيها مجموعه مباني اخرى دي في التجهيز. في برضو المسجد والكنيسه دول شغالين من فتره. كل دي بتخلي المدينه التراثيه مركز شائع حقيقي في العالمين ومركز حضاري عالي جدا جدا على اعلى مستوى. يعني الحقيقه ان طبعا الفعاليات الثقافيه بدات في المنطقه الترفيهيه وفي المدينه التراثيه كمان عدد من الحفلات، لكن كمان المنطقه الترفيهيه مهمه جدا لان امبارح كنا بنشوف فرق التنوره والفنون الشعبيه موجوده وقد ايه الناس مبسوطه كمان بالجو اللي موجود على الممشى والدقه في التصميم وفي التنفيذ وان وجوده كمان على البحر. حابين كمان نعرف من حضرتك لان انا لاحظت ان الممشى السياحي تم استكماله، يعني كان مثلا بنتكلم اخرنا النورث سكوير بعدين تم استكماله لحد ما وصل الى المدينه الرياضيه اللي بتشهد عدد كبير من الحفلات. اتكلمنا عن استكمال هذا المشروع بالنسبه للممشى السياحي علشان كمان يستقبل اكبر عدد من الزائرين. بص يا فندم، هو طبعا المدينه الترفيهيه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي دي من اوائل الحاجات اللي تم اقامتها في مدينه العالمين الجديده، واحنا دايما بنحرص على تطويرها والصيانه بتاعتها الدائمه. هي المساحه بتاعتها حوالي 50 فدان، فيها مجموعه كبيره قوي من المباني التجاريه والاداريه وفيها جراج طابقين تحت بيساعد كبير جدا من السيارات. الممشى السياحي طبعا ملصق مباشره ليها وملصق للبحر، فيها طوله حوالي 7 كيلو. احنا السنه دي برضه عملنا له صيانه كامله وتطوير كامل وزودنا الطول بتاعه عشان نستقبل اي فعاليات زياده واي حاجه. فيها ملاعب البازل والمنطقه اللي هي الارينا 2 اللي موجوده اللي الشركه المتحده بتديرها تم توسعتها وتم تظبيطها. فيها برضه اتعمل فيها الشط المجاني الجديد اللي اتعمل برضه فيها في نفس على نفس الممشى، لان هي تعتبر المركز الاساسي للفعاليات الخفيفه اللي بتتم في المكان. فطبعا بالنسبه لنا مهم جدا، بالاضافه ان احنا السنه دي برضه زودنا ممشى البحيرات جديد موازي للممشى ده طول حوالي 4 كيلو، ده برضه جاهز في حوالي تقريبا 50% منه جاهز فعلا لاستقبال الناس. حاجه كده تحفه معماريه جميله جدا جدا باللاندسكيب بتاعه وبالهاردسكيب، حاجه جميله جدا خالص. يعني احنا طبعا شايفين كل الجمال اللي موجود في مدينه العالمين الجديده، والحقيقه انا بشكرك على تشريفك لينا في برنامج صباح الخير يا مصر وكل التوفيق ليكوا طبعا. وخلينا اقول لك يعني متحمس لفعاليات مهرجان العالمين وانك تكون حاضر معانا فعاليات مهرجان العالمين الجديده، وايه اكتر الفعاليات ان شاء الله اللي متحمس ليها خاصه ان في حاجات خاصة بالأطفال بقى والعيلة، فمتحمس لفعاليات مهرجان العالمين؟ طبعا يا فندم أكيد طبعا، احنا مهرجان العالمين بالنسبة لنا يعني شغل ولما تعمل حاجة كويسة وتبقى مبسوط بيها بتحس انك انت يعني مبسوط اكتر يعني. فانا بالنسبة لنا المهرجان شغل وقائمين على ان احنا ينجح اكبر نجاح، وبرضه اولادنا معانا واسرنا معانا هو بيستمتعوا بصراحة وبيتحركوا. شكرا جزيلا المهندس نادر زعفر نائب رئيس جهاز مدينة العالمين الجديدة، بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق لحضراتكم طبعا. يعني زي ما تابعنا مصطفى وهبة مشاهدينا الكرام كل التجهيزات اللي بتتم في مدينة العالمين الجديدة لاستقبال كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين. بنتكلم على الأرينا، بنتكلم عن المدينة التراثية، على المنطقة الترفيهية، بنتكلم عن مدينة الألعاب الرياضية. الحقيقة كل الأماكن هنا استعدت لكل استقبال كل الفعاليات. خلينا أقول لكم إن احنا الأسبوع ده طبعا هيكون عندنا عدد من الفعاليات الهامة، طبعا حفل القيصر كاظم الساهر يوم الخميس، الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مع الموسيقار العالمي نادر عباسي يوم الجمعة. فخلينا أقول لكم إن احنا حتى يعني الناس متشوقة لكل الحفلات الفنية اللي موجودة، وهنتابع معاكم بالتأكيد كل الفعاليات اللي موجودة في مهرجان العالم عالمين. وبرجع لكم في الاستوديو مرة تانية مصطفى وهبة. نشكرك يا محمود على الصورة اللي بتديها لنا كده كل يوم الصبح، وكمان احنا متابعين أول بأول حتى لو بالليل والفعاليات اللي بالليل مع جمانة ومعاك طبعا لمهرجان العالمين في نسخته التانية. وبنشكر ضيفك الكريم على النظرة العامة اللي اديها لنا عن مدينة العالمين. طيب نتحول لموضوع آخر، و خلينا يعني نتكلم مع حضراتكم عن الأجازة وخطورتها على أطفالنا. دايما بنتكلم عن خطورة قلة النوم على الشخص البالغ، إزاي ده ممكن يأثر على صحته، على تركيزه، على قدرته، على أعصابه، فما بالك بالأطفال؟ في دراسة حديثة قالت إن عدم حصول الأطفال على قسط كافي من النوم بيعرض هؤلاء الأطفال لخطر ارتفاع ضغط الدم وهم في سن مبكر.
طيب لكن علشان نعرف بشكل علمي كده التأثيرات الاجتماعية المختلفة لقلة النوم سواء للأطفال أو حتى لكبار السن، خلونا نعمل حوارنا دلوقتي مع الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، وهنعرف منها إيه الفئات الأكثر تأثرا بقلة النوم أو عدد ساعات النوم والأرق وتأثيره إيه على شكل التفاعل الاجتماعي بشكل عام، مش بس الصحة البدنية أو العضوية لكن كمان حتى في التواصل الاجتماعي مع الناس. برحب بك يا دكتورة وصباح أهل الخير. أهل. صباح الخير عليك وعلى مصر كلها. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة قلة النوم يعني إيه؟ يعني عدد ساعات قد إيه؟ نقول إن ده نوم غير كافي. بتختلف طبقا للفئة السنية، يعني اللي عنده سنة غير اللي عنده 60 غير اللي عنده 20 غير اللي عنده 30. تمام. بس خليني أقول في الأول اللي مش بينام صح مش بيعيش صح، يعني في علاقة قوية جدا، لأن أنا بعمل ريستارت لكل وظائف الحيوية من خلال النوم. لو أنا جهاز عندي وشغال ما بيفصلش تخيلي أدائه هيبقى عامل إزاي. بالك بالبشر بقى، إحنا في كل السنوات العمر وزي ما حضرتك أشرت وأكدت بالأطفال تحديدا لأنهم في مرحلة النمو، ده بيأثر جدا جدا على مستقبلهم وعلى حياتهم مش بس الصحية. خلينا نقول إن ارتفاع الضغط ده مؤشر للخلل اللي بيحصل في الصحة، مش قصة إنه مرض، يعني أي مرض ده خلل. أي. فخلله بيحصل في مرحلة ما ينفعش أو طبيا جرى، يعني التاريخ بيقول إنها بتيجي في سنوات مع التقدم في السن مش في سن الطفولة. أي. ده المعتاد. فنتيجة الخلل في النظام الصحي إن أنا مش بريح، إن أنا مش بفصل، إن أنا مش بعمل ريفريش لكل جسمي، هرمون النمو مش بيشتغل، عقلي مش بيرتاح، خاصة إنه مش بيبقى مشغول بحاجات تغذيه زي قراية أو لكن ممكن يكون سهر، إن أنا بلعب جيمز، بعمل حاجات مش مفيدة ليا، فبتجهدني صحيا بالإضافة لإنها بترهق عقلي ومش بتديله الفرصة إن أنا أرتاح. فخلينا نقول ان كل السنوات عدد الساعات المثالي قد ايه بيختلف من طبقا للسنوات، يعني في سن سنه تلاقي الطفل بينام معظم يومه لحد 18 ساعه، لحد من 16 ل 18، 13 ل 18، تبص تلاقيه سنتين بيقل شويه لحد ما نوصل للناضج اللي هو 20 سنه 8 سنين، الاطفال لحد 13 ساعه 8 ساعات. ما هو في العمر هو تلت العمر. الامهات بيعانوا ليه في الاول 18 ساعه نايم بس على طول سهرانين، ما هو بيعكس الساعات. صحيح في السن الصغير بنعاني بقى ان احنا مش عارفين هو عايز ايه، بيبكي بدون سبب، فدي لكن هم مش 8 ساعات، هم يعتبروا لو رينج العمر الطبيعي 60 هم 20 ساعه نوم في عمر الانسان، تلت العمر هو نوم الثمان ساعات الايديال بالنسبه للبالغ اللي عنده 20 سنه. طب احنا هنتكلم على ايه دلوقتي تحديدا الفئه العمريه اللي هنتكلم عليها؟ الاطفال. بصي خلينا نبتدي من الاطفال لان هم المستقبل، هم اللي انا مش بس ان هو بينام كام ساعه، ده انا بعوده على ستايل حياه، شكل ان هو متعود انه في ساعه معينه بيفصل عندها بينام، الساعه البيولوجيه بتقول له نام، هو عايز يوصل لمرحله ان انا اعوده ان في ساعه بيولوجيه، ان انت دلوقتي تبص تلاقيه عمال يتاوب وعايز يدخل ينام. الام مسؤوليتها في السن المبكره دي انها تاهله ان يدخل في الساعه دي، انه ما يبقاش مهايبر بقى وصاحي وبيلعب ونشيط، وتقول لك امي ما بينامش قبل الساعه 4 الصبح، وبيخلينا كلنا قاعدين جنبه يا خايفين ان هو يعمل حاجه او يشغل حاجه او الى اخره. خلينا نتكلم عن الاجازه وضررها على اطفالنا. الموبايل في ايد اطفالنا بشكل مستمر، وما عندهمش مدرسة بكرة فمسكين الموبايل قاعدين على السرير، والحجة احنا في اجازة بالظبط كده، وساعة بتكر ساعة وتلاقي الموضوع داخل على الساعة 2-3 بالظبط وخلافه. تأثير ده على الجهاز العصبي، على قدرة التركيز، على حتى في حال العودة للدراسة، تأثير ده على صحتهم هتكون عاملة ازاي؟ فاكر حضرتك اخر حاجة قلناها ان انا استايل الحياة ودخله في الساعة البيولوجية، هو عمل قلب نظامه تماما، اللي هو لا ساعات نوم مظبوطه ولا انضباط في انشطه غير قصه الموبايل والتفرغ ليه، هو بالتالي بيتمرد على قبل كده احنا كنا شادين، احنا كان عندنا امتحانات، احنا كنا بنذاكر، فمن حقنا نفصل بقى. هنا لازم املى الفراغ ده بانشطه بجانب الموبايل. حضرتك قلت لي المخاطر، لا المخاطر مش بس عينيه، مش بس اجهاد لعينيه، مش بس سهر،
ده قدرته على التحصيل بعد الأجازة وبعد الاستخدام، لأنه خلينا نتكلم بقى نفسيا، هو مستقبل. مستقبل يعني أنا بلعب جيمز، أنا مستقبل قدامي، أنا بشوف فيلم، أنا مستقبل، مش بعمل رياكشن، مش برد، مش بنمي مهاراتي على التواصل، مش بعبر عن رأيي، مش بتكلم، مش بمارس أنشطة، فأنا قاعد متلقي. فتيجي تلاقيني هتنقليني من طور المتلقي ده بعد 4 شهور، لأن أنا بقى عمال أذاكر وأقوم وأتكلم، هتلاقي لا ده هتلاقي صعوبة، يجي شهر شهرين على ما ترجعي للقضية دي. طيب أنا أعمل إيه؟ ما هو انا لو سبته فريسه للوقت ده وضيعه، ما هو بالظبط ازاي اوظف بقى ده؟ لان في مغريات احنا ما نقدرش ننكرها فرضها العصر علينا. اكيد. ازاي انا اقدر كام او اب ان انا اسحب ولادي الاهتمام تاني او ادخلهم في الساعه البيولوجيه زي ما حضرتك بتقول؟ عظيم جدا. خلينا اقول المغريات الاول، الصوره، ابهار الصوره، ابهار الصوره بكل المستويات، لو ميديا بيتفرج عليها، لو جيمز، لو الى اخره. السهوله، ان انا قاعد وخلاص مسلم. ليه بقول الاثنين دول؟ عشان الام ما تبني عليها لازم وهي بتعمل معاه نشاط او حاجه يبقى فيه ابهار. ابهار في الاول، هو مش هيتناسب مع ابهار الصوره اللي هو شايفها. هي الام هتعمل نشاط تجاري وبالليل؟ لا مش هي اللي هتعمل، هو اللي هيعمل، مش هي. هي هتوظف قصه الابهار دي، يعني تشوف حاجه بيحبها قوي عشان تشده من حاجه هو داخل هو بيحبها تلقائي. خلي بالنا حتى في العام الدراسي هو بيتعامل بس على استحياء، ده هتقولوا لي قوم ذاكر، فانا مفرغه له وقت. وده كمان طبعا للسن اللي هو مش سن المراهقه، احنا بنتكلم كده مثلا من اصغر، من سنتين ثلاثه اصغر، ل 11 سنه 12 أصغر سنه. ودي مشكله كبيره، لانه هو من شبع على شيء شبعه خلاص. هو اتكون على انه هو بيقضي 10 8 على اي ساعات قدام هذا الجهاز. طب يبقى هي هتقوم بحاجات فيها ابهار، يعني بيحب مكان معين، يبقى هنروحه في الاول عشان نعوده انه يحب الاماكن، بيحب قريب معين، هنروح في الاول عشان نقول له ان ده بيشبع لك الحته النفسيه، انك سعيد، انك مبسوط، شديته من ده الحاجه لازم يكون بيحبها، مش حاجه هو كارهها، لانه بالتالي كرهه للحاجه دي وان انا بشده ليها هيزوده تعلق بقصه العالم الافتراضي ده. فلازم انشطه هو بيحبها، قرايب بيحبوهم، اماكن بيحبها، مكان كان عايز يزوره وما قدرناش نزوره السنه اللي فاتت، فنروح ولو ساعتين ثلاثه عشان يبقى على امل. أيوة. ان انت لو عملت كذا او اديتك تاسكات معينه، ان احنا هنراجع كذا، هنقرا في حاجه، هنروح المكان التاني اللي انت بتحبه. أيوة. فبالتالي ابتدي الفت نظره لعالم فيه ابهار مش هيتكافئ. طيب ده عملناه على مدار اليوم. على مدار اليوم بعد كده هعمل ايه علشان كل أنا يرجع تعبان بقى فينام ولا لا 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 خليني برضو اقول ان انا عشان اعوده على الساعه البيولوجيه على النوم، لازم اهيئ الوسط الاجتماعي في البيت وفي المكان انه هينام. أيوة. يعني ما يبقاش في ضيوف في البيت لحد الساعه 1 2 بالليل واقول له ادخل نام وسيب الاطفال اللي بتلعب معاهم. لازم احجم القصه دي، ومش حجه ان احنا في اجازه، لان احنا بشر، هو احنا شخصيه واحده، الطفل او البالغ، ففي ستايل حياه، سيستم، ان انا الساعه قبل 12 قبل 8 تبع السن بتاعه احنا بنروح للسرير. ممكن في الاول اروح انام جنبه شويه عشان يحس بالامان ويستجيب لو هو صغير قوي، بعديها لا احنا كلنا هننام، بطفي الانوار، لو في تلفزيون شغال بطفيه عشان خلاص احنا تاهبنا. واضح مفيش، واضح واضح ان في اكتر من لون. بس خليني اقول لحضرتك، احنا هنتكلم عن كل سن بالتفصيل، ازاي نشغل وقته، ازاي بشكل ايجابي جدا نحضره ان هو يستغل الاجازه بشكل كويس. ولكن خلينا نروح سريعا لموجز لاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا دينا شرف. اتفضلي دينا. شكرا لك مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تابع الاجتماع عددا من ملفات العمل الحكومي. أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة، وذلك في ختام اجتماعاتها التي تواصلت على مدار 6 أيام. وأكد البيان الختامي وجود تنسيق متبادل بين أعضاء الحكومة الجديدة في جميع الملفات. ومن جانبه أعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب، ولكنها عبر
عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة، وقدمت نموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلس النواب. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه لا يوجد جديد فيما يتعلق بتسليم إسرائيل صفقة قنابل تازن 2000 رطل، ومشيرا إلى أن المسألة ما زالت قيد المراجعة. وأضاف ميلر أن واشنطن لا تريد أن ترى أي هجمات على المدنيين في غزة، وأنه لا يوجد ما يبرر الهجمات على المدنيين. وأشار إلى أن بلاده تواصل الضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن القضايا العالقة في المفاوضات يمكن حلها. أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 5 أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية، وقال إنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتضم القائمة كيان تساف 9 الذي أكد الاتحاد أنه أغلق الطريق على نحو منتظم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة. أعلنت قوات الحوثي أنها استهدفت 3 سفن بينها ناقلة نفط، وذلك في البحرين الأحمر والمتوسط، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وزوارق ملغومة. وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيى سريع إن الحركة استهدفت السفينة بنتلي 1 والناقلة تشايس لاين، وذلك في البحر الأحمر، مضيفا أن قوات الحوثي بالتنسيق مع الجماعات المسلحة في العراق استهدفت السفينة أوليفيا في البحر المتوسط. جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الدفاع عن قراره بالمضي في السباق الرئاسي رغم تقدمه في السن، مؤكدا أن قدراته العقلية جيدة جدا. جاء ذلك في الوقت الذي ندد فيه بايدن بمرشح خصمه الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيمس ديفيد فانس، واصفا إياه بأنه استنساخ لترامب، وذلك بعد أن أعلن الحزب الجمهوري ترشيح ترامب رسميا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل. Yes, I do. What do you make of JD Vance. ختام موجز التاسعة وعودة مرة أخرى إلى مصطفى وهبة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بشكرك يا دينا، وحوارنا متواصل مع الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، وعن فوائد النوم وساعات النوم اللي مفروض أن هي توفى بالذات بالنسبة للطفل حتى يكون صحته بشكل سوية أو صحته سوية. خلينا نقول إحنا وقفنا عند نقطة أن تهيئة البيئة العامة أو جو البيت الساعة 12 ان احنا نهدي الاضواء وندخل البيت على كله على سبيل المثال الساعة 12 مثلا يعني ممكن مع المغريات نقولها واحدة مثلا، لا ده انا او في الاجازة مختلف عن ايام الدراسة. ده اكيد يعني قد ايه باخد من الوقت عشان اقدر ادرب ولادي اللي هو ده الاسلوب، دي الحياة اللي مفروض تتبع او ده النهج اللي المفروض نمشي عليه. عشان اعودهم لازم تبقى عاده عندي في البيت، يعني مش هاجي اسبوع او 3 4 ايام، من 20 يوم وانت طالع لحد شهر ان انا ابتدي يبقى يعني في اول طبعا الدراسه اوتوماتيك هم بيناموا بدري لانه بيصحى بدري عشان الباص عشان المدرسه وهو الى اخره، لكن في الاجازه نتفق احنا كنا بننام الساعه 9 مثلا. اتكلم على السن الاصغر شويه لو مرحله مراهقه في عمليه يعني تمرد، وده طبيعه المرحله، مش 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 ابني وحش او مش بيسمع الكلام، دي طبيعه المرحله ولازم اتعامل مع المعطيات بتاعتها. لكن في الطفل الصغير خلينا متفقين احنا بننام كل يوم الساعه 10، طب عشان احنا اجازه هننام الساعه 11، هننام الساعه 12. طب انا مراهق، لا ده انا محتاج مجهود شويه لانه هو متمرد بطبعه، هو احنا في مدرسه، هو احنا مش عملنا اللي علينا، هو احنا مش نجحنا وخلاص، هو احنا هيبقى في معسكر في انا بدي بلسانه، واحنا هنبقى في معسكر في الدراسه وفي الاجازه كمان، لا ده كده كتير، انا ده لسان المراهق اللي بيقوله. فبالتالي انا هنا محتاج ان انا في مراهقين بيبقى طالع عايز احافظ على شكله، يعني المس الجزئيه اللي هو بيركز عليها، العب على القصه دي بالظبط، يعني التفضيلات عنده،
يعني في حد تلاقيه مهتم بالتشيب بتاع جسمه بيروح جيم والى اخره، ابتدي اجيب له فوائد النوم المبكر على شكل الجسم، على الوظائف العقليه والجسديه. ده خطيبته بدماغه، لو بنوته اقناع بقى. اه بالظبط، ما هو عايز كده اصله هو ده. لا مش هينفع معاه. طبيعه المرحله بتقول ان لازم اقتنع ان انا متمرد، ان انا مش بسمع الكلام، ان انا ببص الكلام الكبار على انه اوامر وانا مش هسمع الكلام ده ولا هنفذ الاوامر دي. دماغه بتبقى ماشيه بالطريقه دي. لو بنوته العب على عامل البشره والجمال، وده حقيقي بشهادات كل الاطباء، النوم المبكر بيخلي الوش اجمل ويخليه احلى والى اخره. الدحيح اللي بيحب المذاكره ده بيحافظ على المهارات العقليه فكل حد ادخله من المفتاح بتاعه الزاويه اللي مهتم بيها، مش هنزل بباراشوت كده وهو دي ممكن استمالات بقى. آه دي الاستمالات العقليه خلي بالك ممكن يكونوا الثلاثه عندي في البيت كل واحد بدماغ، يعني كله مش الثلاثه مهتمين، يعني حد مهتم بالشكل بالشيب بالعقل، ابقى بالثلاثه كل واحد بقنعه بالاسلوب بتاعه. بحس ان انا برضه بدي مرونه، لو احنا كنا قبل كده بنبقى 10 11 طب 12 طب 12 ونص. هو الدكاتره عموما بيقول لك 12 ده ماكسيموم انك تسهري، وطبعا كل ما بدري كمان مش حكايه عدد ساعات، اعتقد هي فتره النوم امتى. لا يعني اللي ينام الصبح ما يحسش ان هو مرتاح زي اللي يعني بينام بالليل في الاوقات الطبيعيه. لو قلت ان يعني ساعات النوم اللي البالغ 8 ساعات، ما قلتش ان انا هنام من 8 الصبح ل 4 العصر. لا خالص، الكواليتي بتاعت الساعات غير ساعات بالليل. صحيح، اللي هو الوقت، عارفه الوقت الرسمي للنوم طبقا لان في هرمونات وحاجات بتفرز في الجسم وتفاعلات ليها مواعيد. بالظبط، فزي بصي عارفه هي ساعات بيولوجيه يجب ان تحترم. صحيح. في النظام الكوني وانا جزء من النظام الكوني ده، كل الكائنات بتنام، حتى بعض النباتات بتنام، تمام، الحيوانات كله ده نظام كوني. في دراسه بتقول ان يعني النوم في اثناء ساعات النهار بيؤثر على صحه الانسان او بيبقى اقل نفعا، هل في موجود ده علميا يعني؟ حتى هقول لحضرتك طبعا علميا اه ده حقيقي، خلينا بالتجربه العمليه البحته، يعني حد ما نامش طول الليل ونام ساعتين بالنهار، هو مهما نام لو نام العشر هيقوم ساعات جسمه متدغدغ، يقوم موخم بمفهومنا كده وهمدان ومش مصحصح، تلاقيه نايم على وشه. تقلبات مزاجيه؟ ده اكيد، لان انا مش في الاول ايه؟ انا قلبت السيستم بتاع اللي خلينا نقول بتاع اللابتوب بتاع المعده بتاعتي. انا جسمي ده اعظم معده ربنا خلقها في الكون، هي ليها سيستم ماشيه بيه، ليها ساعات بتنام فيها وساعات بتصحى فيها. الشطاره ان انا احقق ده واخاطب كل سن بمفهومه وبدماغه عشان احققه، وانا المايسترو كاب وكام في الاسره، لان انا في الاول لو بهيئ المكان بطريقه فيها حب، لو انا سن اكبر وطريقه ما فيهاش اوامر، لا ده اصح ليك، انا عايزك مصلحتك عشان نقدر انت طالع الاول السنه دي، عايزين نسيبك من المذاكره دلوقتي اي، بس وانت بتريح ما تاثرش على قدراتك العقليه. صحيح، وابتدي اجيب دراسات بتقول الكلام ده للناس اللي هي لوجيك، يعني ناس في ناس منطقيه كده، وتلاقيه طفل صغير كمان مش شرط مراهق. صحيح. تلاقيه ادخلي له من مدخل المنطق. صحيح، مش الاوامر خالص. ينطع ويسمع الكلام كل حاجه اختلفت. خالص، حتى الاولاد اختلفوا. هو 3 4 سنين هو شاب، يعني يكلمك بمفهوم ان لا ده المفروض اعمل خلاص، خطبيه بدماغه، احترم دماغه. يبقى احنا بنخش لكل حد عن طريق المدخل الخاص بيه. الشاب نقول له ده افضل بالنسبه لصحتك الجسديه، البنت ده افضل بالنسبه لبشرتك، يعني كل واحد بنخاطبه على اساس الموضوع اللي بنتكلم عليه. الكلام النهارده عن صحه النوم بالنسبه للمراهقين، في دراسه قالت ان عدم النوم بشكل كافي او التاخر في النوم بالنسبه للمراهقين والاطفال بيؤدي لارتفاع ضغط الدم. كلمتنا عن هذه الدراسه دكتور امل شمس، استاذ علم الاجتماع في كليه التربيه جامعه عين شمس. شكرا جزيلا فندم. شكرا، نورتينا. صباح السعاده. شكرا جزيلا. فاصل قصير ونرجع معكم مره ثانيه. بتصبح حضراتكم من جديد. في الحقيقه الكلام كتير جدا عن قصه الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه والاماكن اللي بتعمل حاجات دي والاشكال اللي ممكن نستخدمها فتجيب لنا طاقه ايجابيه او سلبيه، ولكن هل الديكور بيأثر على الكلام ده؟
في الحقيقة في أخطاء الشخص ممكن يعملها وهو بيشطب شقته تحديدا بتكون في الديكور، سواء من ناحية اختيار الألوان أو التصميمات. الأخطاء دي وارد جدا إن هي تكون سبب في وجود طاقة سلبية داخل بيته طول الوقت. طيب صحيح في الألوان كمان في طرق الإضاءة في المساحات الضيقة إزاي نقدر ندي الوسع، الإيحاء اللي ممكن نكتسبه من حاجة معينة إحنا محتاجينها أو عايزينها في المعيشة، الألوان المريحة، لكن كل حاجة بيبقى ليها متخصصين بنرجع لهم وبنسألهم لو مش متاح إن إحنا نجيب حد بيشطب متخصص أو مهندس ديكور أو أساس داخلي، لكن كمان ممكن إن إحنا ناخد الاستشارات المختلفة ونقدر إن إحنا نوفي الحاجات اللي ممكن تخلينا عايشين بشكل هادي داخل بيوتنا ومنازلنا. معنا المهندس عبد الرحمن خالد المتخصص في التشطيبات والديكورات، برحب بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا، صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد صباح النور احنا هنشطب، نبتدي نفكر ازاي ونعمل ايه وازاي الواحد ممكن كده ياخد افكار سريعه ممكن يعمل بيته ازاي. هو يفضل طبعا ان هو يتعاقد مع مختص في التصميم والتنفيذ، ده هيوفر عليك فلوس كتير ووقت. بس لو مش هعمل كده فانا بقدر ان انا اكون عامل خطه تفصيليه للي انا محتاجه، وبعد كده ببدا ان انا احدد الميزانيه اللي معايا واشوف اقدر اوصل بيها لايه، واختار الخامات اللي فيها جوده عاليه بالنسبه للتاسيسات، يعني دي بيبقى ليها اولويه في الشغل، يعني التاسيسات عندنا بتبقى مهمه شويه. واهم حاجه طبعا ان انا اتابع باستمرار التنفيذ والتنسيق بين البنود عشان اقدر اوفر وقت ومجهود وفلوس. يعني طيب. الالوان بتاثر ازاي؟ افهم ان المساحه بتاثر في الطاقه السلبيه والايجابيه، ولكن الالوان الغامق ولا الفاتح؟ الالوان الوسطيه ولا الالوان الصريحه؟ يعني كلمنا على القصه دي. تمام، هو كل ده برضو بيتحدد على حسب المساحه اللي معايا وعلى حسب المود العام اللي انا مختاره للمكان، الستايل نفسه هيمشي ازاي. ببدا اقارنه، يعني بحط البادجت بتاعتي وابدا ان انا اوزع الفراغ على الاساس ده واختار الخامات والماتيريالز اللي هتتناسب معايا في الفراغ. طب هو ده سهل على كل واحد ان هو يختار؟ يعني مجرد ان انا اتابع مثلا الحاجات اللي بتنزل على السوشيال ميديا او على الانستجرام او من خلال الكتالوجات بالشكل التقليدي هقدر اتذوق واشوف احتياجاتي وابتدي انفذها؟ لو انا بعرف اخد تفاصيل من الصور واعرف اشوف مثلا الداتا اللي موجوده في الصوره دي واعرف انفذها هي بيبقى الموضوع سهل على بعض الناس. لكن في ناس ما بتشوفش التفاصيل قوي اللي موجوده في الصور، بيبقوا مثلا عايزين يعملوا الستايل ده بس مش عارفين هو نوع ايه، او الستايل دوت مثلا جاي من ماتيريالز مختلفه مش موجوده في السوق او مش موجوده في السوق عندنا في مصر. صحيح. طب يعني مثلا اوضه النوم افضل الوان فيها او ديكورات فيها تبقى عامله ازاي؟ بيفضل في اوضه النوم دايما المود يبقى هادي، الالوان بتاعتها تبقى فاتحه ما فيهاش دوشه كتير، ما فيهاش نوشات كتير على الحيطه. الالوان الاضاءه بتاعتها يبقى فيها كذا مستوى اضاءه. ونفس الكلام كل واحد الستايل بتاعه بيفرق، يعني دايما اوضه النوم بتبقى يعني حاجه مميزه ان انا بقعد فيها فتره كويس، يعني فتره كبيره في البيت، فيفضل ان هي تكون شبهي او الستايل اللي انا بحبه. ايه الاخطاء اللي ممكن نقع فيها يا باشمهندس واحنا بننفذ او بنختار؟ ممكن اختار حاجه عجباني بس في مساحتي او في شقتي ما تبقاش حلو، ما تدينيش التاثير ده، ممكن تدي العكس. ده في الالوان الغامقه مثلا، لو انا عندي الاسقف بتكون واطيه شويه فبختار الوان غامقه فلاقي المكان كتب معايا اكتر. اختار ممكن اختار ماتيريال غلط في المكان الغلط، لو انا مثلا قاعد في مكان ساحلي فبختار مثلا ماتيريال في الارضيه ممكن تسبب لي ان الجو يكون حر على طول في الفراغ. برضو الالوان او شده الاضاءه اللي داخله لي المكان، انا ازاي اقدر اوظف لون كويس في المكان يعكس لي الاضاءه اللي موجوده ديت، فاحس ان المكان واسع او المكان ارتفاعه عالي فيكون مريح ليا نفسيا اكتر. وبالتالي برضو المساحات الضيقه اقدر ان انا عن طريق الاضاءه والدهانات الفاتحه اوسع احساسي بالمساحه. بالظبط، احنا ممكن بشويه اكسسوارات او بتناسق مثلا مكان اضاءه معين داخل من جهه معينه على اضاءه معينه ممكن تعكس لي المكان كله وتوسعه. كنت عايز اقول لك يا باشمهندس، بنشوف ناس كتير في مكان ضيق بتستغل الكلام ده، مثلا هي تعمل اوبن كيتشن او مطبخ مفتوح، او بتفتح الاماكن اللي شايفه ان هي ممكن تحط فيها مثلا بدل حيطه تحط فيها مثلا ايه اللي هي الالواح الزجاجيه. الكلام ده ازاي بيأثر برضو على وجود الطاقه السلبيه والايجابيه؟
احنا عامه في الشغل ما بن... يعني هو ترند طالع ان المطابخ تكون مفتوحه على الريسبشن، بس انا عن نفسي ما بحبش ان انا اعمل كده، انا بحس ان دايما المطبخ بيبقى له الخصوصيه بتاعته. بس لو عملنا كده فاحنا بس بنراعي ان المطبخ يكون ماتشنج مع المكان المفتوح عليه زي الليفنج او الريسبشن. واهم حاجه برضو ان احنا نكون مركبين شفاط كويس ومتاكدين ان التهويه للمكان دوت كويسه، مش هتعمل لي روايح في المكان او في الفراغ. صحيح. تصميم الاساس نفسه وكده بيختلف من بيئه لبيئه، يعني ما ينفعش مثلا يناسبني في مصر ممكن يناسب حد تاني في بلاد اوروبيه او امريكيه، ولا راي حضرتك في ده ايه؟ لا طبعا، هي طبعا كل ده بيتحدد بالفابريكس وعلى حسب برضو درجات الحراره بتبقى عندنا، مثلا شتاء صيف بره ممكن يكون الجو الخامات نفسها بتاعت الاساس الاقمشه يعني. بالظبط، الاقمشه هي اللي بتفرق معانا قوي، وطبعا الاستخدام، يعني ساعات برضو بنلجا ان احنا نعمل اساس متعدد الاستخدام لو المكان ضيق، مثلا كنبه تتفرد سرير، حاجات زي كده. ايوه. احنا بنشكرك في الوصفات السريعه كده، بنشكرك المهندس عبد الرحمن خالد المتخصص في التشطيبات والديكورات. النهارده هو ذكرى ميلاد ملك الدراما الفنان الراحل العظيم الفنان يوسف شعبان. يوسف شعبان اتولد زي النهارده عام 1931 في حي شبرا في القاهره، بيعتبر واحد من اعمده الفن العربي وصاحب اداء استثنائي في العديد من الشخصيات اللي قدمها طوال مشواره الفني. خلينا نشوف ونتعرف على اهم المحطات الفنيه في حياه الراحل يوسف شعبان. تحل اليوم 16 من يوليو ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف شعبان الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1931 في حي شبرا بمدينة القاهرة لعائلة مكونة من الوالدين وخمسة إخوة هو أكبرهم. تلقى علومه الابتدائية والإعدادية بمدرسة الإسماعيلية، وأثناء تعليمه الثانوي التحق بمدرسة التوفيقية الثانوية. عطفت عليها بتهيلها أني بحبها، ده اللي ناقص، أخرتها عايزة تتجوزني، زعلت عشان خطبت المدرسة. لك متصورة إيه؟ تأثر بعمل والده الذي كان يعمل مصمم إعلانات في إحدى الشركات الأجنبية في نشأته الثقافية، وكان يحضر له الجرائد والمجلات يومياً، وهو ما شكل وجدانه الفني. يعتبر يوسف شعبان من أعمدة الفن العربي، وهو شخصية محبوبة ومحترمة في عالم الدراما من خلال تجسيد شخصياته الخالدة، حيث استطاع أن يلفت انتباه الجمهور بأدائه الاستثنائي العميق، فهو من رواد الفن المصري والعربي وأحد أبرز رموزه. درويش، قوم يا أخويا ريح على السرير شوية. مش قادر يا مريم، مش قادر. أنا هريح هنا خمس دقايق بس. كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ليظل إرثه الفني حاضراً ويستحق عن جدارة لقب ملك الدراما. تمتع الفنان الراحل يوسف شعبان بشعبية كبيرة، حيث عاصر الكثير من الأزمنة المميزة للسينما والدراما المصرية، وترك بصمة قوية في عالم الدراما العربية، إذ قدم شخصيات لا تنسى وأداء استثنائيا لها. كما شغل يوسف شعبان منصب نقيب المهن التمثيلية لدورتين متتاليتين من عام 1997 حتى عام 2003، وقام بإنشاء ناد للفنانين وتقديم المساعدات لزملائه المحتاجين. قدم يوسف شعبان على مدار تاريخه أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، رغم دخوله مجال التمثيل بالصدفة، وتم اختيار 7 أفلام شارك فيهم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. بنت فوزية دي بقت قلق قوي، أنا مش عايزك تبقي زي بنات المسبغة دول، والبنات أخبية ما بيفكروش غير في حاجة واحدة وبس. كذلك فقد قدم العديد من المسلسلات المتميزة، أبرزها رأفة الهجان، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، امرأة من زمن الحب، وليلة القبض على فاطمة. تزوج يوسف شعبان من الفنانة ليلى طاهر، ثم تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول، وأخيراً كانت إيمان خالد الشريعان آخر زوجاته، وهي سيدة كويتية أنجب منها ابنته زينب وابنه مراد.
وفي عام 2017 أعلن يوسف شعبان اعتزاله الفن نهائياً، إلا أنه عاد للتمثيل مرة أخرى وشارك في مسلسل ملوك الجدعنة، وتوفي قبل الانتهاء من تصوير مشاهده عام 2021. تاريخ حافل بالطبع للفنان الراحل يوسف شعبان، تغمده الله بواسع رحمته. النهاردة ذكرى ميلاده. فاصل قصير وهنستكمل معاكم بقية فقرات صباح الخير يا مصر. مش سلبي ابدا ان احنا يبقى لينا قدوه او مثل او شخصيه بنحب ان احنا نقلدها، بس فكره التقليد بتكون ازاي؟ مفروض نقلد الفكر، نقلد السلوكيات السليمه، نقتدي بالتجارب اللي ممكن ان احنا نطبقها في حياتنا، لكن فكره ان احنا نقلد الشكل او المظهر بس او طريقه اللبس او طريقه الكلام من غير ما المضمون نفسه يكون متغير او في التقليد بهدف ان انا عايز اكون كويس زي فلان الفلاني، دي هي اللي بتخلينا نقف كده مكاننا ونقول احنا بنعمل ايه. يمكن بعض المظاهر الاجتماعيه اللي احنا عايشينها دلوقتي بيبقى فيها جزء كبير جدا من فئه الشباب بتقلد المشاهير. جميل، هما شخصيات بالطبع ناجحه وجميله وكل واحد عايز يبقى زيهم، بس زيهم ازاي؟ ايه الشكل الصحي اللي انا بقلد بيه؟ وهل ممكن التقليد ده يوصل لمفهوم الهوس ان انا بقلد وخلاص وباي طريقه وباي شكل لمجرد ان انا عايز ابقى شكل فنان او فنانه او حد مشهور ولا لا؟ صحيح. خلينا نتكلم على الموضوع ده بالتفصيل. خلينا نقول ان التقليد اللي بيبتدي بقصه شعر او بنضاره شمس او لبس معين، الأفضل ليه هل هو تقليد في الشخصية ولا تقليد في الشكل بس؟ هل تقليد في المضمون ولا تقليد في المظهر بس؟ ضيفتنا في الاستوديو هي الدكتورة رضوى سعيد عبد العظيم، استشاري الصحة النفسية واستشاري الطب النفسي في كلية الطب قصر العين، هتكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل. أهلا بك يا دكتورة، منورانا. صباح الخير. أهلا بحضرتك. الله يخليك دكتورة. الهوس بالمشاهير ظاهرة قديمة قدم الأزل، ودايما هم بيبقوا بالنسبة للشباب هم القدوة. تمام. الموضوع بيبتدي بقصة شعر، بنضارة، بلبس، بشكل، حتى بطريقة كلام، حتى بإفيه بيتقال في المسلسل. الأمر ده بالنسبة للمراهقين طبيعي ولا مش طبيعي؟ خطر ولا مش خطر؟ إمتى نقول إن ده خطر وإمتى نقول إن ده شيء أمر طبيعي ومعتاد؟ أنا بتمثل حد أنا معجب بيه من المشاهير لحد فين؟ هو ده السؤال. يعني زي ما حضرتك قلت، طريقة لبسه، طريقة كلامه، إفيه معين بقى دارج ما بين الشباب، أسلوب في التعامل زي ما كان عادل إمام وسعيد صالح في الأجيال القديمة، دلوقتي بقى عندنا ممثلين آخرين هم اللي واخدين الترند بالنسبة للذكور. عندك محمد رمضان والقصة شعر بتاعته، ده اللي بنشوفه حتى ساعات في العيادات إلى آخره. فأنا بقلده لحد فين؟ لأنه الممثلين دول كمان بيروحوا يعملوا أدوار مغايرة لشخصياتهم. أي. يعني هو ده مش شخصيته الحقيقية، أنه هو طالع بلطجي أو بيتعاطى مخدرات أو بيعمل اللي بيعمله كجزء من شخصية بيمثلها. فهنا في خطورة، لأنه لو اللي بيقلده مراهق أو طفل مش واعي لتبعات ده، فده كارثة بقى. احنا دخلنا هنا في أنه لازم الطفل اللي عنده ولع شديد أو مرتبط جدا بفنان معين لازم أبتدي أقرب منه كأبوه أو أمه وأفهمه أنه ده تمثيل وأنه مش بضرورة شخصية الفنان ده بالشكل ده، علشان ما أفاجأش أن ابني داخل في أمور خطيرة. صحيح. بحجم الموضوع يعني من الأول أو بديله. يعني عندنا مثلا كان جزء كبير جدا من شغلنا وإحنا بنحاول نشتغل على الحملة القومية للحد من التدخين، من هذه المادة الخطيرة جدا واللي هي
من أكثر المواد إدمانا وهي السجاير والشيشة إلى آخره. فوانت قاعدة بتشتغلي على الماتيريال دي مع طلاب المدارس كان مهم جدا، ومش بس في جمهورية مصر العربية حتى عالميا. يعني أول ما اتعملت بعض دعاية بدون ذكر أسامي لأحد البراندات للسجاير المشهورة كانوا بيستخدموا جيمس دين، ممثل شكله يعني ذكوري جدا ومثير جدا سواء للذكور او للستات، يعني كل راجل نفسه يبقى شكله عامل زي الممثل ده وكل ست نفسها ترتبط بالممثل ده. فده في منتهى الخطوره لان هو بيبيع منتج له اثار سلبيه على الصحه من خلال انه بيستخدم حد اتراكتيف قوي، حد جذاب جدا للجمهور. ايوه بيسوق المنتج عن طريق نموذج محبب او شكل محبب. بالظبط. وبرده النقاد بيتطرقوا كتير جدا للافكار دي، نقاد التمثيليات والسينما، انه في منتهى الخطوره ان انت بتروج لفكر معين عن طريق ان انت بتستخدم ممثل محبوب او مشهور، وانه اثر ده ايه على سواء الصغيرين او الكبار. طب انا يعني عالج ده ازاي؟ يعني انا لو عندي ابن او ابنه في سن مراهقه وهم شايفين ان النجم الفلاني ده انا بقلده، يعني على سبيل المثال بدون ذكر الاسماء افلام البلطجه اللي ظهر فيها السيف والسلسله وقصه الشعر وخلافه واللي بقت ترند عند جيل كامل، تمام، امتى اقول ان ده غلط وامتى اقول ان ده شيء عادي؟ الترميز اللي هو السيمبوليزم جزء من لغات التعبير في الطب النفسي وفي علم النفس، فاحنا عمرنا ما هنقول انه مفيش ترميز خالص، وده مش بس على مستوى المراهقين انما كمان الكبار. يعني كتير من ترندات الموضه تلبسها فنانه او تبقى هي اللي كل المجلات حطاها، فتلاقي كل البنات وكل الستات عايزين يلبسوا البنطلون او الـ اسمه ايه بالعربي؟ البنطلون؟ البنطلون بطريقه معينه، او قصه الجاكيت بطريقه معينه او لون معين، فده موجود عندنا كلنا، او الكرافات او شكل المنديل في الجاكيت بشكل معين. ففي حدود بنعتبرها مقبوله او طبيعيه من باب التعبير ان انا على اخر صيحه في الموضه، او ان اللون ده لفت نظري، او ان الشكل ده مناسب ليا. طيب امتى المشكله تبقى موجوده؟ انه زي ما قلنا الثقافه مختلفه، فممكن جدا يبقى المغني الشاب او الشابه بيتمثله هو في محتوى اغانيه بيمثله، فهو بيعبر عنه. لا، وممكن تقلدي شخصيات مش من ثقافتنا اصلا، ده اللي انا بتكلم عنه. فبالتالي طريقه اللبس ومعلش برضه المظاهر في الاذن والحاجات دي مش بتاعت مجتمعاتنا، والتاتوز وكل الكلام ده. فبالتالي انا ممكن ادخل في طريق خطر، لكن امتى بيتحول لمرض نفسي؟ ما انا بقول لحضرتك ولازم اتوجه ساعتها للطبيب. لازم الاول نشوف فين المقبول. ففكره انه المراهق ده بمختار الشخصيه دي ليه؟ زي نوع المزيكا دي ليه؟ في محتوى عند هذا الشخص بيمثلني، يعني مش مجرد ان انا معجبه بيه. فبالتالي لو انا اللي شددني نموذج عنيف، فانا هنا جوايا عنف انا ما بعبرش عنه. الاغاني الراب اللي انتشرت كانت في وقت معين، والمحتوى بتاعها ايه؟ محتوى كان فيه عنف او فيه ايحاءات جنسيه. لازم اقف وافهم ابني او بنتي منجذب للمحتوى ده ليه؟ هل المزيكا دي فيها حاجه؟ هل الكلمات دي فيها حاجه؟ هل اتيتيود الطريقه اللي الممثل او الممثله دي بيعبر بيها عن نفسه بتمثله اكتر؟ طب برضو يا دكتوره رضوى، انا قبل هتكلم وهنصح ما حسيتش باستجابه قوي ولسه البنت او الولد منجذبين لنفس النموذج، امتى هقول انا وصلت لمرحله لازم اروح للطبيب النفسي؟ يعني احنا مش بنستعجل قوي في مساله السيمبوليزم او الترميز ان احنا نروح للطبيب النفسي، لانه الحقيقه ده ميكانيزم طبيعي ما هواش مرض. امتى نقلق؟ لما يبقى فيه تصرفات خطيره زي ما اشرنا، ابتدى يشيل اسلحه،
زي ما حضرتك بتقول ابتدى يبقى بيتصرف بالتصرفات بعيدة عن الثقافة ومؤذية زي ما حضرتك أشرتي. فبالتالي عند هذه النقاط اللي احنا بنواجه بقى خطر، بقوا بيتجمعوا مع بعض بيسمعوا مزيكا وبيشربوا مواد مخدرة من أنواع مختلفة، لأن بعض المواد المخدرة لقينا أنها بتقترن ببعض أنواع الموسيقى، وده بيتعزف في حفلات يعني كتير من الناس بتسمع عنها أو عايشاها، لأن عيالها بيروحوا يحضروا الحفلات دي. فلازم هنا احتاط ان المسألة مش مجرد انه معجب بالمذيع الفلاني او بالفنان الفلاني او المغني والمغنية او ما يعرف بمفهوم المؤثرين على مواقع التواصل والمؤثرين اللي دي برضه حاجة خطيرة جدا. طب صحيح. جدا جدا. بصي حضرتك، اختراق السوشيال ميديا جوه كل البيوت، سهولة دوت عن طريق التليفونات الحديثة، بقى مخلي السيطرة على حدود بنتي وابني في منتهى الصعوبة. فبالتالي مفيش مناص ان الحل هو ان انا طول الوقت لازم اكون قريب من العيال، ولازم يبقى فيه لغة، ولازم مبقاش بعيد عنهم. يعني بنتي بتسمع سويفت تايلر مثلا، دي مغنية كتير من الصغيرين المراهقين يحبوها قوي، واخدة جوائز جرامي كتير مؤخرا الى اخره. اسمعها معاه، افهم هي بتقول ايه، او اغاني جديده لاحد المغنيين الكي دراما النهارده، والكوريين انتشروا بالنسبه للمراهقين وبقى غزو ثقافي. لازم اصاحبه ولازم اسمع معاه ولازم افهم هو ليه عاجبه الفنان ده. انا سؤالي عن الهويه، احنا مصريين بنتكلم لغه عربيه، لينا شكل وطبع، ما ينفعش البنت تحط حلقه هنا او تعمل تلبس شكل عامل ازاي. دخلنا ولادنا مدارس جميلة وقعدناهم في كومباوندات ودخلوا نوادي معينة، ولكن في النهاية ما يبدوش عليهم الهوية بتاعتنا والشكل المصري. يمكن السؤال مش مرتبط بالاضطراب النفسي يا دكتورة أو بالذهاب لدكتور نفسي، على قد ما هو مرتبط بإحنا يعني نعمل في عيالنا إيه لما نشوفهم بيبعدوا عن التراك الصحيح أو الطريق السليم اللي مفروض نبقى فيه، نعمل إيه؟ يعني سؤال جميل قوي حضرتك، لأنه ده بيلمس أنه الناس مختلفة والأجيال كمان مختلفة. لو أنا فضلت ماسك النمط بتاعي وأنه هو ده الشكل بس اللي ينفع بنتي أو ابني يلتزم بيه، غالباً هو هيبعد أكتر. أنا لازم هيعند وهيبعد، لأنه أنت مش فاهمه، أنت مش واعي باحتياجاته. الفنان ده هو اللي بيعبر عن لسان حاله، هو بيقول الكلام اللي هو عايزه، فانت مش انت المثل الاعلى بتاعه، فانت جاي تتخانق معاه على ايه؟ طب ايه مرونه التعامل بقى في الحاله دي؟ هو ده اللي انا كنت بحكي فيه، انه لازم الاول افهم بنتي ليه معجبه قوي بالكلام ده، ليه مشدوده قوي لده، واقول لها طب تصدقي ان ده ممكن يبقى حلو عليكي بس ده لا، ده مش مناسب قوي. يعني لازم اجاري كمان، مش كل حاجه حق او غلط. طبعا طبعا، لانه انك رفض الكامل بيعمل فجوه، بيعمل فجوه وما فيهوش احترام للاختيار وللتفرد بتاع ابني او بنتي. فبالتالي انت كده مش هتسمعي بقى الحكايات، ومش هتسمعي المزيكا، ومش هتعرفي القصص اللي بتحصل ما بين صحابهم ايه. انت بقيتي خارج الدايره دي. قديم دقه قديمه طبعا. اكيد. فانت مش عايزه تبقي دقه قديمه، وعايزه تواكبي الموجه وتعرفي تاخدي المستوى بتاع لحد فين. فعلشان تبقي راكبه الموجه بتاعه الميول الجديده، لانها موجوده وبتخاطب مشاعرهم وبتخاطب احساسه بذاته ورؤيته لنفسه ورؤيته لجسمه ورؤيته لأنوثته أو رؤيتها لأنوثتها ورؤيته لذكورته، فأنت بتلغيه. أنت مش فاهم، يعني أكتر كلمة أنت مش فاهمة يا مامي. يعني احنا ما نقدرش نخلق مش مشاعير. مش هما دايما مثبتين كده يعني كذا تعابير كده بتاخديهم على طول. على طول أنت بعيد، فهي لغيتك، حيدتك، صفرتك،
فلا مش الطفل او المراهق او يعني الشاب هو اللي عمل كده، احنا اللي عملنا كده. ازاي؟ بانك لغيت حقه في انه يبقى له شكل ولو اختيار وانه يبقى مختلف وانه جيل له مزجته ولو الافلام اللي بتعجبه ولو طريقه اللبس اللي بس ممكن بس انا اقدر اخلق لاطفالي او لاولادي في سن المراهقه مشاهير على الطريق السليم؟ ما اقدرش انا اوديهم الاماكن اللي انا بحبها واخلق ده؟ تقدر طبعا حضرتك مثلا تاخد عيالك وتروح بيهم دار الاوبرا المصريه ويبقى ده حدث لطيف، يعني تاخد زوجة حضرتك والعيال ويلبسوا لبس حلو، مفيش مانع ده يبقى يعني يوم خاص، فنتعشى بره او نروح لو مفيش امكانيات نقعد على النيل، نعمل حاجه تحسسهم ان يوم الخروج لدار الاوبرا المصريه عشان نسمع مثلا مغني هما بيحبوه منير، او مره تانية نجرب نسمع اغاني قديمه، او نتفرج على تانجو، او نتفرج على واحده من كلاسيكيات الباليه. فيبقى في نوع من انواع الثقافه وتوسيع للمدارك، وفي نفس الوقت في جو تربيه ذوق اسره، تربيه ذوق بالظبط. فبالتالي حضرتك ممكن تحاول ده، بس ما ينفعش تفرضه طول الوقت. هو ليه انا ما وجهش كمان للنموذج المشهور مش بس في السينما والدراما ولعبة الكورة أو الألعاب الرياضية بشكل عام؟ ليه مش للقاضي وللمهندس وللمحامي وللدكتور؟ يعني ما هو فيهم نماذج مشرفة وفيهم مشاهير، ليه ما اقتديش بيهم؟ ليه ما صدرش النموذج ده إن هو ده اللي يتبع؟ يعني أصلك هتصدريه إزاي؟ يعني النقطه هنا يعني جزء علينا طبعا يا مصطفى، وسائل الاعلام طبعا. انا اقول لحضرتك ما نقدرش ننكر المسؤولية. انا اعرف ناس بتاخد عيالها لشارع المعز للقلعه في يوم الجمعه، يوم مش عارف ايه، بتوريهم الحاجات، بتخرجهم، بتعرفهم. العيال بيبقى ليهم اهتمامات في تاريخهم، في ثقافتهم، في هويتهم، وده بينعكس بشكل على، ما اقدرش اقول ان ده بيبقى اتجاههم الوحيد. الاطفال بالزبط. بالظبط بيبقى معاهم حاجات، بس انا هنا بعمل ايه بقى؟ انا ببني شخصيه متعدده الجوانب. انا بس مش عايزه نعلي سقف طموح طبعًا المشاهدين طبعًا، ويبقى في يعني مقاومه من الابناء. فلازم علشان زي بالظبط لما حضرتك تبقي بتاكلي طفل اكل هم ما بيحبوش، بس هو اكل مفيد صحيح، عاده بتحطيه جوه حاجه تانية هو بيحبها، او جنب حاجه تانية هو بيحبها، او تطبخيه له بطريقه تخلي طعمه أحلى. فهي نفس الفكرة، وأنا بتكلم في أفكار أو في ذوق أو تربية ذوق زي ما حضراتكم قلتوا، لازم ده يبقى في جو أو في مناخ يخليه يحب يعمل ده. أيوة. فإحنا هنروح المكان التاني اللي هو بيحب يقعد فيه، أو هنروح المطعم اللي هو بيحب يأكل فيه أكلة معينة. فالموضوع ما هوش بس الذوق اللي أنا بحاول أعرفه. صحيح. أما القصة بتاعت النماذج والمحامي والقاضي والطبيب، فكل المجتمع فيه نماذج مشرفة. صحيح. وهنا حضرتك عايزة تنمي كمان فكرة الفكرة القديمة اللي كانوا الأهالي بيعملوها، إن هو يدي بونس أو يدي جايزة لعياله لما يبصوا في موسوعة. أيوة. فيعرفوا معلومات هم ما كانوش يعرفوها، بيزود الثقافة أو المعلومات العامة. أيوة. للطفل ده أو المراهق، وبيبقى الحافز انه تاني بيديله حاجه او جايزه او خروجه او هيروح يتفرج معاه على الماتش بره الى اخره. على اي حال خلينا اقول ان في الختام، على احد الجداريات اللي كانت مكتوبه على يعني معابد اجدادنا الفراعنه كان مكتوب ان احنا اخر جيل عندنا قيم، وان كل الاجيال اللي جايه من بعدينا مش هيبقى عندها نفس القيم بتاعتنا. مفيش جيل بيبص للجيل اللي بعده على اساس ان هو يعني زيه، هو بيشوف احنا على ايامنا كانت الدنيا احلى واللي بعدينا اوحش. انا شايف انها نظره، هي جيل بيسلم جيل، وكل جيل ليه شخصيته. انت على قد ما تقدر تشكل ابنك، على قد ما تقدر تحط فيه القيم، وسيبه هو لوحده هيطلع يعني شخصية متعددة الجوانب، ولكن انت على قد ما تقدر هتأثر بالشكل الإيجابي اللي ممكن
يعني تراهن عليه ان هو يبقى في المستقبل. ونتعلم من بعض كمان. ده حقيقي. يعني مهمه قوي انه حقيقي. مش معنى ان ابني اصغر مني ان انا مش هتعلم منه. بالظبط كده. يعني دي حاجه مهمه قوي. بنشكرك يا دكتوره، دكتوره رضوى سعيد. شكرا. استشاري طب نفسي في القصر الليلي. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا يا فندم. شكرا يا دكتور. الله يخليك. انتهت حلقة النهاردة من صباح الخير يا مصر. الموعد بيتجدد معاكم يوميا في نفس الميعاد السابعة صباحا بتوقيت القاهرة على الأولى المصرية والفضائية المصرية. شكرا لكم.